في تكاثر راه غادي مقربين للمسيحيين. واش تكاثر واش كيتكاثروا حيت عاقوا بان الاسلام جا من عند الله؟ كيتكاثروا حيت الا ولات خمسه د الاولاد ولادي كلهم غادي يكونوا مسلمين فطريا، ولكن 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 داك الخمسه راه غيدافعوا لك على داك الاسلام تاعهم. دابا واش عندك شي دليل بان محمد نبي الله؟ ايزو دابا واش كتناقشوا على دليل؟ انا كنسولك، سولتك سولتك هادشي هذا، انا كنتناقش اشنا هو الدليل اللي عندك دابا فاش جا الاخ مسلم كيهضر؟ اسمع اصاحبي الكريم، هو وراه قلنا لك اشنو اللي في القران كيدل بان هذاك الكتاب كتبه الله؟ بزاف الايات عطاهم الله، كاع الايات. اعطيني اعطيني شي وحده فيهم، اعطيني شي وحده فيهم. بلاتي الاخوان الاخوان الله يجزك بخير، انا نجاوبك الله يجزك بخير ووسع صدرك وما تقلقش علينا وكل واحد. لا ما تقولش انت، ما تقول ما تزكرنيش اصاحبي ديك، ما تقلقش علي. اسمع واش عندك شي دليل من ناحيه المضمون بان القران فيه شي دليل على انه كتاب ديال الله، كتاب وحاه الله؟ انا نجاوب، يلا جاوب. انا نجاوب، انا لا بغيت نثبت لك الوجود ديال الله ما نقدرش، واي مسلم. ايوا اذا اذا انت مسلم، اذا اذا ما تدافعش عليه، اذا ما تدافع وما عندكش الحق وتسمع صاحبي، ما عندكش الحق وانت مش من طريقه وتشوف. انت قلتي ما عندكش دليل، انت ما عندكش دليل ياك، وقلتها لعباد الله. احنا ما عندناش الحق ندافعوا على بعضياتنا. اقول لك يا شفنا تزير كت اللايف ديالك. هو خاصو يخليني نجاوب، الله ينال الزعيم البوخم. وانت سي تقود ما تبقاش تجي لاين على ربك، على رب محمد. يلا قود يوض لك احبال يوم الشعب ديال ام حمار. ملي تسولني الممسخ سكت، ملي تسولني سكت، خليني نكمل لك. انزل اقحبة السواعده، انزل 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 اقحبة السواعده، وليتو دير نكون اكثر من الصباب. انا جايين بجوج متفاهمين فهمتي. الله بدا يسبوا عاد والاخر يتبعوا، بحال تقول بحال الخرفان تا هما اللي راه مخرفان. مشاكل. اشوف علاش هبطتيني، كيسول قال لك علاش هبطتيني. انتوما ما جيت تزكك علينا، ما جيتش تناقش. انا لا كنامن، واخا تقولوا لي اللي قلتوا انا ما غاديش نخرج من الاسلام. وسي تقود علاش جيت كتهضر معانا؟ الاخر قال لك انا راه ما عنديش الدليل، وانت سي تقود بحاله. بجوجكم قودوا. واحد قال لك انا واخا تقول لي اللي قلتي، واخا تجيب لي دليل دابا قدام عينيا، واخا يجي محمد يقول لي انا راه انا كذبت عليكم، قال لك لا انا راه غادي نامن به. اذا لا بغيتي تبقى قحبه ديال السواعده، شكون حبسك؟ ابلاد مندول. والله الا فلوريد احسن من هاد المخيات هادو، فين هي فلوريد؟ راه كاينه في الشاط، راه كانت كاينه قبيله في الشاط. نعييو معاهم راسنا. جا واحد قال لك انا ما عنديش الدليل. كتقول لي انت مسلم، تقول لك انا مسلم على اقتناع. كتقول لي فينا هو الدليل، تقول لك انا ما عنديش الدليل. كيفاش انت مسلم على اقتناع وما عندكش الدليل؟ اذا بغيتي تخرج لي على كتلقى شي واحد يطلع يتفاهم معاك، يهضر معاك، يقول لك اوكي كاينه هذه، كيفاش بانت لك هذه في القران؟ راه فيها واحد الاعجاز. كون غير جا قال لك مثلا الاعجاز العلمي ونتناقشوا معاه، نقول ليه اجي نجبدوا لك الاعجاز العلمي. ولا قال كيدخل كيخرج عينيه، راه ما جاش بتخرج العينين الاخ. كون كانت بتخرج العينين كون حنا باقيين كنكوزوا بحال كيف ما انت كتكوزوا هذيك مليار ونص ديال الحمير اللي كيكوزوا. لا وسي بيالير وتيقول لك ديك ديال كيكثروا من ديك. شوف الله يجازيك بخير، وسع معايا الصدر ديالك. زعما هو راه هو انسان زعما فهمتي طيب وداك الشيء. وشوف من بدا كيسب الكلمات اللي قال ما بقاتش الله يجازيك بخير وداك الزبل. راه واحد حيت هما عندهم النفاق. النفاق ما عرفتش مسكين بيننا يزولك تتسب. واش ملي كتسب كيخليوك الناس تهضر؟ راه مستحيل تهضر. قال لك ايزو ما سبش اصاحبي، وقيلا هذاك الميخي الاخر اللي كان كيسب مسلم. لا لا ايزو ما سبش، ما سبش انا كنت كان ايوا. طلعوا ايزو الاخوان، طلعوا ايزو، سمح لنا ايزو منين الى هبطناك وداك الشيء.
آه الزودة بغادي يطلع غيعطيكم التالي القاطع على أن القرآن كلام الله. تفضل أخويا إزو حملي هاد الإخوان هاد الملحدين. أخويا ما نسبيتش، أنا ما جنسبش، ما غنسبكش، واخا تقولي اللي قلتي ما غنسبش، أنا إنسان ما تيسبش، واش فهمتي؟ تحسن من الرسول اخي ايزو، الرسول كان كيسب. انت واحد اخويا احسن الرسول، راه كان كيسب راسي قبيله عاد دير واحد الكاريتي ايزو اخويا، والرسول راه كان كيسب بالاحاديث الصحيحه بالدليل ما فراسكش. لا لا يلاه اخويا شوف، انا دخلت على اخويا، انا دخلت اسمعني الله يسهل عليك، انا دخلت على ود الدريه كسمتينا قبيله، شنو هضرنا؟ هضرنا على البنت، كنا كنهضروا على موضوع واحد اخر، ولينا طرقنا لبزاف المواضيع، داكشي علاش انا فهمتي مي كيبدا داك الجدال الدراري يسولوك صاحبي، انت انسان عندك الحقيقه، انت تتابع واحد الدين تظن انه هو الحقيقه، بغينا حتى حنايا هذه الحقيقه، بغينا الدليل على هذا. سولني سؤال جواب نتناقشوا فهمتي، ولكن باش بغينا الدليل، انا ما عنديش شي بيس ولا تليفون، انا خارج اخويا في الطوموبيل فهمتي حدا الدار. ولينا غير انت شنو اللي خلاك، انت شنو اللي خلاك تامن بالايزو ايزو اسمع، شنو اللي خلاك انت كانسان مسلم تعتقد ان الاسلام راه دين ديال الله؟ شنو انا حليت عيني، انا حليت عيني، لقيت والدي مسلمين، لقيت راسي مسلم، ولكن بحثت حتى انا بحثت حتى انا راه عندي عقل. شنو هاد الحاجه اللي لقيتي فاش بحثتي؟ لقيت انه اي انسان خاضع لواحد الحاجه خصو يديرها فطري، خصك تنوض انت كراجل، عندك فيزيولوجيا عندك الجهد، خصك تنوض تمشي تحرش وتمشي دير وتمشي دير، المراه عندها واحد عندها الجهد. ولكن اجابت شي صحه الاسلام ما فهمتش، يمكن لا تحرت، يمكن لا تحرت المراه، وصاحبي وصاحبي واش باغي تحملنا ايزو؟ غير اسمعني انا غادي نسمعك في الاول فهمني، علاه خلينا غير نهضروا معاك، راه كتهضر في الشرق هادو مع ايوا السماكه كرم هادو راه ولاد الحيوانات. هبطوا هبطوا عندنا خويا ايزو، عافاك غير ركز معايا، راه ما كنهضرش على الدور ديال المراه والرجل في الحياه. انت عندك ادعاء باللي الاسلام جاي من عند الله، اعطينا الادله اللي خلاتك تطلع هذا، راه هي اللي طلعت انت شي حد؟ ما عنديش مود وي، انا اللي طلعته موي خويا ايزو، انا خبيل هذاك ما طلعوش دليل عندي، عندي لا ما بقاش ديك ديال طلع للسطاح وداك الشيء، ما بقاش اللي عنده ما يقول كيقول لي ما عندوش كنهبطو اخي البوالي، خلي السيد يهضر، انت ديما كتبغي دير فاقه مع عباد الله، خلي السيد المركول 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 اسمع اسمع المركول، انا اللي دخل انا اللي طلعت، اسمع واسمع المركول، لا انا كنت عارف داك البو هذا تسمع صاحبي، والمركول والمركول بلين على الاله ربك وسط المايكرا ماشي الله يهديك، ود القحبره كاين مول ودخل سوق كرك، علاش كتهضر معايا فين كنعرفك كاع قلاوي على خرا صوطه وبلا سليبات كما الاخي ايزو خويا. الاسلام انا شن هولد اون هولد اون الاخوان بسو ولا جمجمو القضية حامضة دابا، راه بداو كيجيو الدباب الإسلامي الدباب المسلم جايين، كيداير أختي جايين صافا جمجمو عافاكم، وما تخصوش الهضرة لا طيحوا لنا هاد اللايف ولا عند، كملوا مع الأخ إزو، تجاوب مع 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 البوهالي، تجاوب مع البوهالي. قلت لك شنو هو الدليل اللي خلاك مقتنع ان هذا الكلام اللي سميته القران الله اللي خلق الكون هو اللي صيفطو لينا؟ اعطيني شي دليل. الاعجاز هذا الاعجاز اللي واقع دابا واللي وقع شحال هادي واللي مازال غيوقع، اعطيني شي اعجاز اذا شي ايه شي ايه مثلا قول لي بزاف. ورا قلت لك انا ممكن شوف مين نكون في الدار انا معاك، حيت دابا حنا كنناقشوا بحال شي جوج كيناقشوا غير قط معايا الكواري، وشوف انا انسان مسالم فهمني، حنا ما غاديش ناكل لوك، انا قلت لك غير قلت لي الاعجاز، قلت لك انا اعجاز كتهضر انت كتبقى عليا الدليل، ملي كتقول لي الدليل بحال كتبغي انت مسالم تمنى حنا جايين نخطبوك، انت ما قاريش الدين ديالك وانت ما كيهرش انت فهمتي، غتشدني مضل انا مسلم ولكن عارف داك الشيء اللي على قدري، وعارف داك الشيء اللي في العمر 26 عام عارف. دابا واش اخي ايزون قلت لك ما قاريش الدين ديالك، واش فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ عطيني غير عطيني الدليل بحال انا قاري 60 حزب، انا ما قاريش 60 حزب، بغيت نقراه بغيت مادام انت مؤمن اصاحبي، مادام انت مؤمن انا قاري 60 حزب، شوف شوف اخي ايزو نقول لك حافظ، شوف انا حافظ ما تيسر، ولكن ولكن ما سوقناش في الحفاظ اصاحبي غير ركز معايا، ودابا غير سمعني اذا كنت فعلا انت مقتنع ان الاسلام صحيح خصك تكون عارف علاش انت مقتنع،
مقتنع اخويا على ود. انا اخويا مسلكني الاسلام انا حيت انا ملي كنشوف الاسلام كنشوف الاسلام كنشوف مرتي بوحدي انا كنهضر على راسي انا ما كنمثل حتى شي واحد كنطلع راسي زوينه هذه اللي والله عجبتني هذه الهضره عجبتك انا ما كنديرش الدعوه وانا ما مسؤولش لا خلينا في هذه خلينا في بليز بليز ايزو ايزو صافي خلي وغيحبس دابا عندنا الشريعه الاسلاميه اخي ايزو خلتي لقيتي ماشي زعما كنسبك غير باش نتفاهموا باش تفهم هذا مثال دخلتي لقيتي مرتك نعسه مع واحد الخدار واحد الراجل قيتيها بالدليل والبرهان هنا الا بغيتي تاخذ حقك في الدوله الاسلاميه شنو خاصك دير خاصني شهود وخاصني روينه شحال الشهود اربعه شهود شنو خاصهم يشوفوا خاصهم يشوفوها هكاك متلبسه كتقضي غرض لا خاصهم يشوفوا المرواد في المكحله يعني كل قاضي بد الخطار دخل وما بغيناش نديطاي مهم زيد هادشي اللي كان في ذاك الوقت اوكي وهذه اسمح لي قطعتكم بيان لي اكسباند يور اكسباند الويندو ديالك لان دابا صافي مع حمزه وقيلا كان كيوريكم شي حديث اكسباند باش الناس يتاب عليك يا انت الا ما كنتيش دير اكسباند بيبل كان اونلي تاب ان بتوين كومنتس اند اتس نوت جود فور ذا لايف والخوت والاخوات عافاكم شويه لايك وديك شي بيان لي شحال من ساعه باش حل دابا شحال من ساعه ولا شحال حل حليتو ممكن شو غادي يقول لي شحال شي ساعتين دابا واقيلا ساعتين و25 الف لايك والو ونقول لكم واحد الحاجه راه اللايف ديال بيان لي بصراحه هو الوحيد في البوتوت ديال اللادينيه وكذا ف كومبير تو ميدل ايست يوروب هنا اللي ما تيقولش الناس كبسوا ديروا على الاخرين كل 15 دقيقه تكبيس شير داعم ما كيقول والو ولكن هي نيدز ذات باش اللايف ملي كيوصل 100000 لايك وها كيطلع شي واحد كيبدا يبلغ ما كيديهاش في التيك توك تيقول اف ات واز باد كره نزل ديجا نحاولوا نكبسوا ماشي ضروري الدعم ولكن هي داك التكبيس على هذا حنا دابا 86 واحد ولا كل واحد كيكبس يعني 100 تكبيسه في 10 دقائق راه غادي يمشي هادشي اللي بغيت نقول ولكن ديما اكسباند منين هي رسالة الحديث وداك هذاك اللي كيبين البروف ترجع في البلاصه كبر باش ماشي على الدعم الدعم يقدر يدوز البنادم ديما اللي كيكون داير اكسباند ولكن على التاب بيكوز اتس ايزير تو تاب على اما في الكومنت كتصدق تكليكي على الكومنت اند ذاتس اول وسمحوا لي قطعتكم دابا اخي ايزو نرجعوا للنقطه يا كبس رحمكم الله تفضل خويا البوهالي تفضل شكرا اختي العفو اوكي ماشي صداع بيان لي كيحرك شي حاجه واقيلا خاي ايزو كتسمعني كنسمعك اخويا كنسمع اوكي دابا حنا عندنا واحد المثال نعطيه ولك قلتي لي خاصنا اربعه شهود يشوفوا المرواد في المكحله ولا غير واحد ما شافش هذيك واخا يكونوا كيديروا الجنس راه ضروري خص المرواد في المكحاله يعني دوك الربعه الا شافوا شي حاجه من غير المرواد في المكحاله مثلا البلو جاب ولا كيديروا شي حاجه اخرى جنسيه راه ما غاديش يتخذ لك حقك ما يتخذش لك ما غيتخذش لك حقك انت دابا ضروري تطبق داك الشروط اللي كانوا في داك الوقت نورمال داك الوقت دابا انت ديرونجاك غير خليني نكمل هادشي اللي ديرونجاك هو داك الوقت ما كانش خص داك الشيء في نظرك انت اصلا هاد لوكا هذا واش تقدر تثبتو انت منطقيا تقدر تجيب اربعه شهود وكنت عايش في داك الوقت ولا دابا في داك الوقت ولا في هاد الوقت في هاد الوقت ما كايناش هادشي اللي كتقول لي لا اسمعني ركز في السؤال هاد الوقت ما كاينش هاد الوقت ما كاين منطقيا في داك الوقت غنديرها واسمعني يا صاحبي ما كنقولكش شنو دير انت منطقيا واش تقدر زعما تجيب اربعه واش ممكن تحصل مرتك باربعه ديال الشهود ماشي ممكن ولكن نكمل ولا جي سير كمل ماشي ممكن اذا اخويا هاد الهضره ديال ان الاسلام كيقول لك مرتك ما يشوفها حتى واحد وكذا تخربيقه لان اكبر دياته هي هذه ان الاسلام ما يخص لك حقك صديقي ما تحس براسك ما تخداش لك حقك ولكن ولكن نقول لك عندك الحق تطلقها الى لقيتها مع واحد طلقها وخذ حقك وطبق عليك انت داك الشيء اللي بغى يطبق عليك مثلا لقيتي مرتك مع واحد دابا انت في 2024 وسمح لي لقيتي مرتك مع واحد شغلك هذاك بينك انا نقول لك فوقاش خصك تطلق واش فهمتي علاش واحد الاشاره اسمع الى لقيتها مع واحد خيانه ما طلقهاش
لا ودي سمعنا صاحب نقول لك وانا سولتك انا سؤال بريء وراه ما كاينش شي حاجه سميتها هكا انا كنقول لك فوقاش ما كايناش خلينا غير نكمل اصاحبي كمل اصاحبي في هذه الحاله هذه الا لقيتي انت ناس مع شي راجل وما عندك الشهود كديروا ما يسمى ب كتحلف انت وهي كتحلف لعان 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 اه كتبقاو تحلفوا بجوج انت كتحلف عندك ربعه ديال الحلفات وكتزيد الخامسه هاد اللعان يسقط عنها الحد ان ما كيطبقوش عليها الحد وتقدر تطلقها الا بغيتي تقدر تطلقها تقدر تطلقها عندك زعما اه فاش كديروا اللعان تقدر تطلقها ولكن حنا كنهضروا دابا على داك القضيه واش لوجيك هي اللي بقات في بالك اه ماشي لوجيك القضيه واش لوجيك ولا ماشي لوجيك ما تقدرش تثبتها بهاد الحاله اذا بلاتي في 2024 بغيت نسولك في 2024 كاين اشوف تي في كاين العالم كاين هادشي ياك كاين بوسيبل دابا تشد بربعه دابا تشوف مرتك دوز ابل بينك وبينها تمشي تلقاها تما تخلي لها مايك غتدخل بربعه غتشدها بالفيديو دابا بوسيبل دابا بوسيبل ولا ماشي بوسيبل دابا واش بوسيبل ولا لا واسمعني يا صاحبي واخا تلصق كاميرا في البيت وتصور هاد الكاميرا تدي لبعابع كي جاتك ياك دابا نتخاطروا عليها دابا في المغرب دابا اه الا كانت الدوله الاسلاميه الشريعه دابا ما تصور التوزه دابا في المغرب الا شديتي مرتك بفيديو وكنهضروا على شنو كاين في الشريعه ما كنهضروش على شنو كيدير اه الشريعه ما تصور التوزه في الشريعه اه الشريعه ما تصور التوزه واخ ودابا بلاتي انت شمن شريعه هذا ما بغيتش ندخل معاك في حياتك ولكن انا مطبق الشريعه الاسلاميه فهمتي الشريعه الاسلاميه اش كتقول لي كتقول لي تبع الشيء اللي كنت كنقول لك دابا هو اللي كتقول الشريعه انا ما عنديش سلطه نبدل شي حاجه انا عبد ضعيف ياك حنا عبد ضعيف انت الا كنتي قاري انت عبد ديال السواد كاملين ضعاف انت عبد ديال قريش شي ناس كانوا ساكنين في القياطر لا قود على دينهم وانت وليتي عبد ديالهم ضعيف اتاكيتي دابا الا لقيتي دابا الا لقيتي اسمع انا غالب دابا الا لقيتي ما تبع الواحد سيستم ضروري ايزو فهمني اسمع اتاكيتيني داكشي علاش كنهضر اسمع توايه دابا اسمع دابا واش الا لقيتي مراتك كتخونك لا المرات واش خالق المجرات خصو يقول لك اش غادي دير انت ما تقدرش تشوف كيفاش غادي تتعامل مع لا سيتياسيون نتعامل كيما بغيت انا ناسومي داكشي الا بغيت اخويا نقتل لا ولكن كضر ان منطقيه واش كتعتقد بان الا لقيتيها مع واحد ما تتبغيكش مثلا في ذاك الوقت وتعسمع صاحبي راك ما فهمتيش دابا السؤال وعسمع واش ربي مسؤول عليها هي من الميكروبا اسمع صاحبي دابا ما تفهمش واش اللي خلقها هو اللي مسؤول على طبيعه انت عارف كاش كل اللي خلقها ما بالكش داك الفعل اللي دارت هي مقوده عليه مشات حيت المسائل هذه اللي كتهضر عليها انت اخاي ايزو دابا حيت كتنقز نتايا من فكره لفكره فهمتيني حيت دابا الاشكاليه اخويا الزوين انك انت كتناقش هذه المسائل اللي هي لا اخلاقيه ولكن انت كتحاول تلوي المعاني ديالها ودير واحد الدبل داك اللي تسمى لو دوبل ديسكور علاش لا اخلاقيه علاش كيتزاد اخلاقيه تزاديتي انت تزاديتي بلا اخلاقيات كاملين كاع لا اخلاقيات بلا اخلاقيات جا انا تزاديت بلا اخلاقيه كيتزادينا تزادينا خويا الوالد ديالك تينعس مع الوالده ديالك وتولدك على هذه المسألة الأخلاقية هذه الأخلاقية فين هي الأخلاقية في هذا الشيء؟ على هذه المسألة الأخلاقية أن دار الكلام اللي ما يصلح أنا قلت شي كلام خايب أنا كنوصف لا ماشي هكاك عبد الله تسمح لي اسمح لي أخي إيزو اسمح لي لا ماشي هكاك دابا شي مزيون قالك خايب علاش كتسميوها حاجة قبيحة وبيلي أحسن حاجة كاينة مزيون داك الشيء مزيون داك الشيء مشكل دابا اننا حنايا دابا خاطئه ان مثلا واحد الانسان هو واحد الانسانه مارسوا علاقه جنسيه ولدوا واحد الولد هذوك الولد جا عن طريق خاطئه ماشي مساله اخلاقيه مثلا ديك العلاقه الجنسيه اللي دارت بيناتهم على حسب هما باش شنو معتقدين في ذاك الوقت
شغلهم هذا كيفاش شنو جمالك فيهم نتوما بجوج هما لا اسمح لا انت اللي جبتيهم اخويا انا ما جبتهمش انا ما جبتهم انت كتجيب لي الشريعه وتجيب لي ما عرفت شنو كتقول لي جوج الناس انا دوك جوج الناس راه خانه وخانته وطلعات شي سوله لا دوله طلعات انا مالي خلينا نسلموا على بوجبه شحال هذا اخويا نهضروا انا مالي زيزو ايزو ولا عادي ارتاح اخويا غير ارتاح وانا كل شيء خصني دابا نعطاكي كل شيء ما يمكنش نلقى كامل غير ارتاح غير ارتاح حنا كلنا واه غير مثال راه ماشي بصح مراتك وداكشي كاين لا ما كنعرفش راه مثال راه مثال تقدر تقول لي شحال الراس وشحال من مرا كانت عندك هذا اش تقول لي دابا انت ايوا شتي ياك راس هو المثل الاعلى هو اللي جاب الدين خصنا نعرفوه كيفاش كان عايش الراس بلاتي اخويا دوز واحد تسمح لي اخاي بوجبه قاطعتك كمل لا هذا اخويا نهضر هذه جاوبنا جاوبنا اخويا ايزو الراس وشحال كانت عنده من زوجه انت ما قاري والو اربعه عائشه 15 مرة اخويا 15 بلاتي نقول لك واحد الحاجة اخي الشريف انا مقودة عليا ياك عبد الضعيف قلت لك ياك اقسم بالله اخويا اللي داير شي خطيئة مقودة انا كثار من هادشي اللي كتعرف فهمتي تا انا اخويا ليه الله تا انا عاصي ولكن انا عرفت اكثر من 15 انت عارف تا انت الله اعلم واخويا ولكن ليه الله ماشي زوج ولكن انت شوف ايزو 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 اسمع 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 قودها تا تعيا وما ديرش واسمع صاحبي قودها تا تعيا وتترجع لواحد الحاجه وتسكت صاحبي قودها ونرجع نبقى نشوف وتسكت صاحبي غادي تقودها تا تعيا وراه ما يمكنش نهضروا بجوج واش تحمق ولا مالك دابا شكون كيدوي حمزه دوي اخو دابا صاحبي راه ما كنحملش هاد التشويش الله يرضي عليك دابا تقودها حتى هي وما تقودهاش بحالو هو اللي نكح بنت 9 سنين اصاحبي تقدر انت ديرها هو دارها هو عنده عاديته تقدر ديرها تدخل على بنت 9 سنين جاوبني بصراحه انا كنهضر على راسي اصاحبي دابا المشكله دابا خصني معاك الدليل وخصني البرهان ونقول لك كيفاش الدليل الا قلت لك انا لا ما يديرهاش غتقول لي لا انت العاطفه والا قلت لك لا ما يديرهاش انت ماشي بخاطرك اصاحبي حتى اذا كان ما يديرهاش في الراي ديالك انت رايك بوحدك وكيلزمك بوحدك ترى كاينه قاعده قد الخلا كتخلع اصاحبي ما تبانش انت قدامه كيتفقوا على راي واحد تقول لي دابا خليك من هذه الهضره كامله دابا سيدي هو دخل على بنت 9 سنين انت ديرها ولا ما ديرهاش انا ما نديرهاش ولكن هو ما يديرهاش السلام عليكم انا قلت لي انا قعدناها اكثر منه لا 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 مقود اكثر منك هو بلا ما تقول لنا ديك الهضره بالعاطفه هذا غير طريقة وتبعوا 800 درهم بزاف هادشي راه كان نقاش بزاف هادشي هذا كاين نقاش بزاف هادشي هذا سنين ايزو ايزو داك الوقت راه دابا كنشوف انا بلا 9 سنين راه بحال عندها عام ونص ايزو اللي كانت عند 54 عام قداش كان اخي ايزو ولا عند 54 عام قداش كان ايوا انت كنت عايش معاه وانت كنت عايش معاه اللي غتعرفها عايش اخويا ولكن ايوا زوم فمك اصاحبي انت اللي كتعرف انت هات له هذاك الشيء اللي جاك فمك تقول لا دابا علاش بلاتي وبلاتي صبر علاش هي علاش هو غادي علاش هي غتكون انسانه خارقه للطبيعه بنت 9 سنين تكون كبيره و 54 عام يكون عادي منين شتي هذه القاعده تاعي منين شتيها وقارن اخويا بنت 97 اخويا دابا خرج شوف 97 دابا شوف قداش شوف 97 الزواك الخيز خويا هاد المسألة اللي هضرتي عليها انت ديال ان عائشة كانت هزة راه غلط لان الحديث اللي كتروي عائشة بفمها كتقول انها كانت رقيقة وكانوا باغيين يسمنوها بالقتاء والتمر بالخيار والتمر باش تسمان ويدفعوها للراس وما كايناش هاد الهضره ديال اللي يكون الجسم كبير الشرط الواحد يعني نكمل الشرط الواحد اخي ايزو في الاسلام ديال الزواج الصغير هو احتمال الوطء باش تدخل فيها القاضي ما تقصحها ما تضرها صافي ما كاين اللي يكونوا ركابيها عامري اللي يكونوا بجازلها كبار لا تكون طويل هذا الشيء ما كاينش ولكن كاين سن البلوغ ما كاينش البلوغ ما كاينش ما خصها قبل ما تبلغ قبل ما تبلغ الايه في سوره الطلاق الايه 4 ولا إلى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا إلى يحيض سير قرأ التفاسير العلماء أخي غادي تلقى أن لا إلى يحيض هما البنات اللي باقين ما حاضوش دوك التفاسير شكون اللي مفسرهم
مفسرين هما خويا الصحابه والتابعين اللي جابوهم من عند الرسول، فهم الرسول، وهاد المفسرين وصلوا لنا داك الشيء. وكاين علماء كبار تيقولوا هادشي بصح، مشكله راه المفسرين فاش كيفسروا راه ماشي معقلهم، راه كيوصلوا لنا فهم السلف، فهم السلف للدين، فهم الصحابه والتابعين. اخويا على حساب الاعتقاد ديالي انه داك الفعل ما خصوش يدار، وما كنقولش واش يدار، انا كنقول تجاوبوا ايزو، خصك تقول لي خصني نمشي للدار، انا ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال. وييه خصني نمشي للدار باش نشوف المصادر، وانا دابا راه صايد، علاش ما قلتيهاش؟ حيت عندي قلتي انا خصني نمشي للدار ونقلب على الدليل، علاش دابا نتوما كاملين حيت نتوما كاملين كتناقشوا موضوع ما يمكنش انا كنتناقش مع بزاف عدد الناس، كنقز الموضوع الموضوع، ملي كتقول لي كتنقز الموضوع موضوع راه كل واحد كيعطيني فكره في شكل، واش فهمتي؟ يعني خصني نحطوا موضوع ونهضروا فيه وندوزوا موضوع اخر ونكون جالس صافي. ركزوا الدراري معايا على الموضوع، راه نهضروا معاك في زوايا الصغيره، راه ما نقزناش حتى شي موضوع، انا هادشي فاش نهضر معاك من الصباح. انا داك الفعل ما نديروش، انا كنهضر على راسي انا، حتى انا نتحسب بوحدي. ايوا صافي صافي، انت احسن من الرسول اصاحبي، ما فيها حتى شي حاجه ساهله. لا احسن منه، انت احسن منه، لا احسن منه، حيت انت ماشي بيدوفيل، الرسول بيدوفيل. الحاجه ديالي الرسول كيفاش حاجه خاصه ديالك الرسول ديالك واش تمتي لا ما ديالكش صديقي الرسول، شخصية عمومية. لا اسمح لي، لا شوف انا ما هضرتش عليك انت خويا عزو، خد راحتك هضر علاش ما بغيتي، انا ما شخصنتكش انت، حنا كنهضروا على محمد الله. واسمعني يا صاحبي، اسكت شوية صاحبي، سد المايك يا صاحبي، سد المايك واحد الدقيقة وتسنى يا صاحبي، غتسد المايك وغتسمع واحد الدقيقة الله يرضي عليك، حيت راه ماشي كان باش نرد الحمار المايك وغنهبط. راه دوينا معاك سد المايك، راه سمعني وغنخليك تتكلم، حيت محمد الله والاسلام ما ديال حتى شي واحد اخاي ايزو، ماشي ملكيه خاصه ديالك، هادشي ديال العموم، شخصيات عموميه. الدين اي واحد يقدر يهضر عليه، او اي واحد يقدر يختار الدين اللي بغى، اي واحد يقدر يولي لا ديني، هادشي ماشي ديالك انت. ما تقولش لي ما تهضرش على محمد وما تهضرش على الله وما تهضرش على الاسلام، حيت انا بخلفيه مسلم وانا كنت مسلم، وهذا طرف من الثقافه ديالي ومن حقي نهضر عليه بالطريقه اللي بغيت. ما تجيش انت يتاثر لي الحوار ديالي تقول لي لا ما تدويش لي على محمد اخويا، ما تقولش لي الرسول ديالك، اسمح لي، لا الرسول محمد، الرسول محمد، لا الرسول محمد، وما تقولش لي الرسول ديالك حيت تقول لي ديالك انت مسلم تشير فيها، فهمتي؟ لا ما اوكي الرسول محمد، حيت كاين حديث في الطبري كيقول قالت عائشه اسمع، فجاء رسول الله فدخل بيتنا فاجتمع اليه رجال من الانصار ونساء، فجاءتني امي وانا في ارجوحه يرجح بي، فأنزلتني ثم وفت جميمة لي ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني حتى إذا كانت عند الباب وقفت بي، ودخلت ورسول الله في سرير في بيتنا، وقالت هؤلاء أهلك وأنت أهلهم، وخرج النساء والرجال، وبنى بي رسول الله في بيت أبي ما نحرت شاة ولا ذبحت جزور، وأنا يومئذ بنت 9 سنين، ولم يتزوج الرسول بكرا غيرها. دابا هذا الحديث هذا كيقول لنا ان السيده كانت في ارجوحه، هذا دليل على ان السيده كانت صغيره. فجاءت امي فانزلتني ثم وفت جميمه كانت لي، الجميمه هي الدميه، انسان كبير ما كيلعبش بمونيكا، ومسحت وجهي بشيء من ماء، غسلت له الوجيه ديالها بشويه ديال الماء، ثم اقبلت تقودني حتى اذا كنت عند الباب وقفت بي حتى استرجعت انفاسي. شوف ملي كانت جايبها الام ديالها باش تردها للدار، كتضرب الام ديالها كتزرب بها، ملي وصلت ليها الباب البنت كانت كتنهج، كتعرف شنو هي كتنهج اخي ايزو، كانت كتسخر مازال صغيره فهمتني. بحال دابا انا بنتي دابا مثلا عندها 6 سنين، ملي كانت مازال عندها 6 سنين، ملي كنشدها من ايدها اخي ايزو مثلا، وكنبدا غادي انا تنزرب خطوات كبار وهي تتمشى حدايا، كتعيا كتقول لي يا بابا بشويه راه كتزرب، فهمت؟ شوف وكاين عاوتاني ووضعتني في حجره، سمعني ووضعتني في حجره، راه كيهضر معاك واحد كان في الحج ماشي غير شي واحد عادي، انا مازال طفل فهمت، ولكن اسمعني اخي عزيز، اسمعني، ووضعتني في حجره. عرفت شنو هي وضعتني في حجره؟ دابا شكون اللي غنحوضو نوضعو في الحجر ديال الانسان، هو انسان بالغ اخي ايزو، هو دري صغير، فوضعتني في حجري، يعني ما هزاتها، هزات البنيه وحطاتها في الحجر ديال الرسول. ديال كبر حمزه راه هو عامل الحادث وقيله، ولا
فدونك اخي ايزو فدونك اخي ايزو هاد المساله ديال ان الرسول واش تزوج بنت صغيره ولا ما تزوجش بها تزوج بها وفي السيره ديال بنو هشام وفي تاريخ الطبري في الرسل والملوك اسمعني شوف تزوجني رسول الله وانا بنت 60 عنوان واحد شويه وانا بنت هاي هو الحديث كامل هو الشيء والحديث كله بالمصدر صحيح البخاري الشيء هو قدامك كيعطيك كل شيء داك الشيء كامل بلا ديطاي ولكن كيبان لك اسمح لي شوف كيبان لك هنا بعدا ان البنت لا مجال لي من الشك ان البنت صغيره ومادام انها عاقله على هاد لي ديطاي ديال امي غسلت ليا وجهي بالماء وكانوا رجاله وعيالات ومدبحات لا لا فاهمه والو دونك السيده شكرا جزيلا خويا ايزو فهمتك مزيان انا هاد ليستوار الا قلت واحد الحاجه بيرسونيل ديالي ما عرفتش واش الدار يقدروا كذا ولكن نقدر ندوي عادي جداتي كبرات في الرباط وعندها بنت 13 عام داك الوقت وكانت بنت 13 عام يعني بنت وجابها جدي مشالو الصوت ياك داك ما طفى عليه بالو ولا يسمعوا كيهضر على جداته صافي بيا ندير غصغرني اخويا ورجع راسك تما بغيت نزيد غير واحد الاضافه على الهضره اللي قال الاخ بوجبه كاين واحد الحديث اخر كيقول كنت العب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل يتقمعن منه فيسربهن الي بلعبهن معي صحيح البخاري الراوي عائشه تفسير الحديث كيقول لك بعجاله قال لك في هذا الحديث تحكي ام المؤمنين عائشه انها كانت تلعب بالبنات عند النبي وهي التماثيل المسمه بلعب البنات وكان لها صواحب من اقرانها يلعبن معها واذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها الحجره يتقمعن اي يتغيبن منه يعني فاش كان كيدخل الرسول داك البنات الصغار كيحشموا كيمشيو يتخبعوا وراء الريدو كيتحشموا من الرسول صغير وراس يتقمعن اي يتغيبن منه صلى الله عليه وسلم ويدخلن وراء الستر كيتخبى وراء الستر كيتختلو واصله من قمعي الثمره اي يدخلن في الستر كما تدخل الثمره في قمعها فيبعثهن ويرسلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الي ليلعبن معي يعني انا كيبين لك ان عائشه كانت بعلوكه صاحبي كتجيب صحابها تساوي يلعبوا بالمونيكا صاحبي غير هذا الحديث بوحدو بلا ما نمشيو لهذاك اللي معروف اللي حط لنا حمزه غير هذا يبين لك ان السيده كانت بعلوكه كتلعب بلي جواه صاحبي ومزوج بها لا مجال للشك اخويا البوهالي فهمتي لا مجال للشك ان الاسلام هو واحد الدين كيساعد وكيسهل الماموريه بالنسبه للناس اللي بودي بيدوفيل انهم يمارسوا داك الفعل الشاني ديالهم حيت اصلا المشكله في هاد الدين الاسلامي قل من 9 سنين صغيره 9 سنين الفوق كبيره صافي بوان بار ما كيعترفوا لا بادوليسونس لا فتره ديال الشباب لا حتى شي حاجه فهمت راه كاين شي احاديث شيعيه اللي تيقولوا ان صحيح ولا عائشة حيك ولا بلاش انا تفضل اختي عائشة تفضل لا ثواني كنسمعوك اختي تفضلي المهم الموضوع بشكل عام لا خلاف في الفكرة طولا وعرضا هادشي هذا زعما ما كنهضرش موقع مدافع لانني براسي كنت في فتره معينه متعصبه للدين ومع الوقت استطعنا فضل البحث والاطلاع واننا كنطرحوا اسئله وما كنتقبلوش الجاهز بدون حجج اللي كيتقبلهم العقل استطعنا الى حدود معينه اننا نتخلصوا بزاف ديال الافكار اللي كتلقاها في اخر المطاف تستعمل من اجل مصالح معينه انا عندي المهم باش ما نطولش بغيت نتفاعل مع بوجبه ياك انت اللي كنتي كتهضر مع هادي الزهادة فواحد نقطه صغيره وما تاخذهاش مني زعما بشكل زعما ماشي ما تاخذهاش بشكل حساس كتسمعني يا خويا بوجبه كنسمعك اختي تفضلي خذي راحتك
في التفاعل مع هاد الناس، نموذج هاد الوليدات إيزو هذا هو نموذج بزاف ديال عباد الله، عباد الله بين قوسين. المهم كيفاش كيتفاعلوا معاهم ما يكون شويه ديال 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 العصبيه ولا النرفزه، وما امكن نحاولوا من هما مازالش حوايج عندهم مقدسة، وحتى حنا مرينا خصوصا حنا اللي مرينا مع هاد المرحلة هادي خاص نحطو راسنا في بلاصتو. دائما فاش كنكونو مازال ما متقبلينش بزاف ديال الأفكار، ويجي شي حد ويتفاعل معانا ويناقش معانا كيفاش إلى إذا هاجم وقل الاحترام على مقدساتنا من بين قوسين، كنهضر فهمني الفكرة، فهمتيني في ديك المرحلة هاديك إذا قل الاحترام ولا تعامل بواحد شوية عصبية ولا كان في الطريقة ديال الكلام ديال هجومية أكثر، كان نزيدو نشبتو قدر كاع نديرو غير داك إذا عكسنا. الناس هادو كاملين يزو ولا بزاف حالو، راه نراعيو لهم هاد النقطة هادي ديال البنادم مازال ما فاهمش ما مستوعبش. إذا كنا باغي نوصلوا واحد الفكرة ولا ماشي نوصل حتى فكرة، أنا حتى أنني نقنع شي واحد بشي فكرة، على الأقل خصني نخلي غير طرح السؤال. وهذيك كنظن أختي عائشة، ولكن كنبقاو بشر، بعض المرات بانوا كيخرجك على فوق. شوف أنا ضد أنني يكون عندي الهدف أنني نقنع الآخر، لأننا حنا براسنا ما كانش شي واحد اللي قنعنا لولا أنك أنت تبحث، ولكن خاص غير نزرعوا السؤال، خاصك على الأقل تخلي بنادم شوية يفكر. وكنظن أن بوجبها نجح يديرها معاه، لأن في الأخر بدا كيقول أنا هذه ما كنتش عارفة، وهادو كاملين كيكونوا كيهضروا انطلاقا من العاطفة ومن ديك الموروث. دابا اختي عائشة انا فهمت الفكرة ديالتك و مرحبا اختي، مرحبا، الفكرة ديالتك مفهومة يا هي، كاين واحد الاسلوب ديال الصدمة، وكاينين شي ناس ما كيبغوش يتصمتوا اختي، فهمتي؟ انت من ادب الحوار ملي كيكون الانسان كيتكلم في واحد الفكرة باغي يكملها انت كتصمت ليه، ماشي هو يلاه قال جوج كلمات كتنقز عليا فكضطر انك فهمتي. حنا المغاربة شوية كامونين، شوف عرفتي راه شوف هادو منهم بزاف لدرجة حنا المغاربة شوية كامونين يا اختي، حنا ما تنبغوا نسدوا لهم لا مايك لا حتى شي حاجة، تنطلبوا تنقولوا سد المايك الله يجازيك بخير باش نكملوا الفكرة ديالنا، ما تيبغيش راه ما تنطلعوا معاهم حنا في الجروبات ديالهم همايا. دابا شو دابا الفكره بعيدا عن هو فين كيتحسوا، اذا مشيتي شخصنتي لهم خصوصا تهضر لهم محمد هادي تهضر له في الله وما تهضرلوش على محمد، نحاولوا ما امكن النقاش يكون في العموميات ديالو بشكل عام. المهم محمد سوى من العموميات اختي عائشه، دابا خاصهم يفهموا دابا محمد اسمي انا كاع جزء من النقاش، كنظن ان النقاش ديال الدين اعمق اختي عائشه. هنا كنهضروا على كل شيء، على الله وعلى محمد وعلى عويشه وعلى كل شيء كنهضروا عليه، علاش؟ لان الدين هذا راه مراكم واحد 1400 وزياده ديال السنين ديال الجهل وديال الظلمه وديال المشاكل، دونك خاصنا نفرشخوه، ما كاينش حنا خاصنا نبقاو نهضروا عليه واحد 1400 عام ان شاء الله نديروا معهم التعادل اختي عائشه، حيت 1400 عام وما كيهلوا حنا خاصنا 1400 باش نفهمك واحد المساله اختي عائشه الا سمحتي لي بعجاله باش نعطي فرصه للاخوان حتى هما يطلع واحد الاخوه يتناقش. دابا اختي عائشه محمد الله الرسول والدين والشريعه وهذا الشيء كامل جزء من الثقافه ديالي انا كانسان تربيت واحد الوسط اسلامي، حتى شي واحد ما عنده الحق يقول لي ما تهضرش على محمد ولا على الرسول، حيت هذوك شخصيات عموميه فهمتيني؟ والدين اسمعيني، والدين مسألة حرية شخصية، اللي بغى يولي مسلم يولي مسلم، اللي بغى يخرج من الإسلام يخرج منه، اللي بغى يولي مسيحي شغلو هذاك. حنا عندنا مشكلة مع الإيديولوجية، وملي كيولي هاد الدين كيأثر لينا بتأثير مباشر على الفرد وعلى الحريات الشخصية ديال الإنسان وعلى الحقوق ديال الإنسان وعلى الكرامة ديال الإنسان. هنا في الولاد معنا مشكل مع المعتقد، اما هذاك الانسان اللي كيعتقد ان كاين الله وكيعبدو بالطريقه الاسلاميه وما عنده غرض ان الدنيا تقلب ولا تشقلب، ما سوقناش
اللي كيعبد طوبة اللي بودي اللي مسيح، احنا ما عندنا غرض فهمتيني اختي عائشه. اما باش انني نهضر، اما باش انني نأطر، اما باش انني نأطر الحوار ديالي مثلا مع واحد الانسان يقول لي لا ما تدويش ليا على محمد، لا ما تهضرش على الله، لا ما تقولش، ما عندوش الحق الا بال ضروه، حيت الله ومحمد ما خالته ما مو ما باه، هذه دو ان. زائد ذلك هما طرف من الثقافه ديالي انا كبوجبه، هاد الشخصيات هادو طرف من الشخصيه ديالي حتى انا، حتى انا تاثرت بهم وتربيت على 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 هذاك الشيء اللي علموني والديين، اللي هما تعلموا من والديهم اللي تيقولوا مزيان اللي جا من هاد الناس. دونك حتى شي واحد ما عنده الحق يجي يقول لي لا ما تهضرش على الله ولا محمد ولا الرسول ولا حقا الدولي على المقدسات ديالي. اش خلوا المصريين طز فيك وفي المقدسات ديالك. خلينا نشوفوا الاخ 50 ا 50 الف. السلام عليكم. مرحبا خويا، تحياتي. تحيه متبادله الاخ. نقدر نعرف شنو هو الموضوع ديال اللايف؟ الموضوع اخويا كنا كنتناقش مع واحد الصديق في الزواج الصغيره، صديقي العزيز في الاسلام. الاسلام مش كيقولش انه الزواج الصغير، كيهضر على مرحله البلوغ. البلوغ اصلا ما مرتبطش بواحد السن الاخ، لحقاش كاين في دول مثلا بحال البلقان روسيا وكذا كتختلف الاعمار، ماشي مثلا كاع الدول دايرين على 18 عام، كاين اللي داير على 14 على 16، هذاك الشيء كيمشي على حسب المرأة والبلوغ ديالها، لحقاش البلوغ ما عندوش عمر، كاين اللي كيبلغ على 18. شكرا. ما كاينش اخويا البلوغ في الاسلام. ما كاينش مسألة البلوغ في الاسلام اسلاميا، تقدر تعطيني شي آية ولا شي حديث كيقول لك حتى تبلغ؟ واشنا هو البلوغ؟ عرف لي البلوغ. البلوغ كنظن كتقصد فيه انت هو دم الحيض عند المرأة ياك؟ واخا تقدر تشرح لي انت استاذ منك تستافدوا مادام انا ماشي استاذ صديقي العزيز انايا، فهمت؟ انا اسمح لي استاذ انايا كنتناقش معك. شوف شوف شوف، ما كايناش في الاسلام حيت الدليل عاد هضرنا فيه دابا، كاينه مجموعه ديال الاحاديث الصحيحه في المراجع الاسلاميه المعتمده اللي كتقول ان الرسول تزوج بعائشه وملي كانت عندها 6 سنين ودخل عليها ملي كانت عندها 9 سنين وكان هو المراجع هذو. تسمح لي المقاطعه، تعقيب على الهضره ديالك، تقدر تعطينا المرجع؟ كاين اخويا هذا الحديث الصحيح البخاري، كاين عندك في مسلم، اذا مشيتي للطبري حتى هو غادي تلقاه. صافي صافي بالضبط، ندخل لي دابا نشوف. ايوا الصفحه عطينا خويا حمزه، خويا حمزه غيدير لينا الحديث كامل نقراو لك اخويا في السكرين. أو غتشوف أخويا الشهرة. تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنته 9 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمرق شعري، فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وأني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة، وعلى الخير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شيئي، فلم يراني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. صحيح بخاري صديق العزيز، الصفحة أو الرقم 3894. ولكن الاخ نو هذا ما عندوش دلاله، حيت انا اصلا عمري سمعت هذا المرجع هذا، واصلا هذا مشكل ديالك صديقي العزيز، انك انت ما عمرك سمعت هذا المرجع هذا. ماشي مشكل ديالي، لا انا نقول لك علاش. هذا بدا الحوار صديقي العزيز، انت كتقول لي انا ما مامنش بواحد الحاجه لمجرد انك ما سمعتيش بها، هذه مغالطه صديقي العزيز، حيت هذه كاينه، هي راه كتشوف في حديث صحيح البخاري. واش انت ما كتامنش بالحديث؟ السنه الصحيحه، ما صح عنه القاعده. المصدر جايبو من صحيح البخاري، انت يمكن جايبو من شي سيت، هو داير اصلا داك السيت داير المصدر صحيح البخاري، يقدر يكون فيه ترافيك. هبطوا الكاسول، هبطوا الكاسول، هذا راه كاسول هذا الدراري، هبطوا. واش اسمع لي على الدروس هو الاخ أسير أخويا، شنو ذنب نحن إذا كنت أنت كسول؟ ما ذنبنا نحن إذا كنت أنت كسول؟ ما نطلعش عليك. هذا هو الإشكال ديال هذه الأمة الإسلامية. شنو ذنبي أنا؟ هذه المشكلة ديال هذه الأمة الإسلامية، عندكم ما بين 60,000 80,000 مرجع إسلامي مكتوب باللغة العربية الفصحى اللي كتحبوها وتموتوا عليها. مكتوب باللغة العربية الفصحى اللي كتحبوها وما عمركم قارين حتى مرجع واحد. القرآن اللي كاين في جوجل هذاك راه محرف، والسنة اللي كاينه في جوجل راه محرفة. دونك
خاصنا نمشيو لهذوك الوراق. ومنين تمشي للوراق يقول لك لا حتى هذاك راه محرف لي في الوراق ايه وزيد وزيد سيروا قراو الدين ديالكم عاد جيوا الله يرحم الوالدين سيروا قراو الدين ديالكم عاد جيوا اهلا كوكي اهلا خويا بوجبه صافي بخير يا مرسي حبيبتي علينا الله يحفظك اختي الوقت الوقت وسامع راك عارف نتمنى التوفيق شوف اخاي بوجبه انا بعض المرات كنتعصب عرفتي علاش دابا هما ما عندهمش المعلومه وباغيين حنا اللي حنا اللي نجبدوها وحنا اللي نوريوها لهم في ليكرون وحنا اللي نقراوها وحنا اللي نبذلوا المجهود وفي الاخر يقول لك لا راه باش عرفتي بانها صحيحه لا سيدي انت طلعتي وكتفسر وباغي تفهم واحد الحاجه سير اخي قلب ها الكتاب وسير ها الباب ديال الزواج الصغيره وسير اخويا بحث ومني تبحث اجي نقش معانا حيت ما غيمكنش تقراها قريتيها لهذاك المكلخ الاولاني عاوتاني قريتيها للمكلخ الثاني وما يمكنش واش هما بغاوش يمرقوا ايه واش هما بغاو الماكله نوجدوها لهم ونديرها لهم فمهم ونمضغوها لهم ونسرطوها لهم ما يمكنش انت اختي كوكي شوفي دابا غير هاد الفضيحه اللي كاينه حاليا في العراق شي لو كان في العراق بوجبها لو كان آه. كان غادي يركز مع هذا الرقم هذا فينا هو شتي الرقم راه عطينا الرقم راه جلسوا ليه الرقم وقرا كل شيء غادي يشد هذا الرقم هذا وغادي يسد المايك وغايقول لكم الاخوان عطيوني واحد جوج دقائق ولا ثلاثه ويدير بوست كافي يمشي يبحث ويرجع يكذبنا ديك الساعه الا كذبنا على فيما نقول لكم لا ما كيبغوش يديروا بحال هكاك لا ما كيبغوش يديروا بحال هكاك دابا هما في العراق نايضه روينه قد قداش في البرلمان العراقي باغيين يديروا هادشي ديال الزواج الصغيره وهاد الروينه باش عرف هاد المجتمعات عندنا مجتمعات حتاله مجتمعات دير ما عندهاش الغرام ديال الانسانيه ولا غرام ديال والو برلمان عوض انه يناقش مثلا مشاكل ديال الشعب يشوف مثلا التعليم يشوف الصحه يشوف الميادين نورمالمون اللي خاصها تطور الصناعه يوفر حقوق لهذاك الشعب جالس كيناقش مشروع ديال تزويج الزواج الصغيره حقا منين جيب لينا هذا الخرج يبينو من الاسلام ما فهمتش انا يا هاد بنادم هذا واش تسطى واش حمق واش اشنو علاش هاد المجتمعات الاسلاميه فيها هاد المشاكل وعلاش عزيز عليهم ديما يصنبطوا هاد الاحكام ديالهم من هاد الدين الفاشل ملي كتطبقوه على ارض الواقع كيعطيوكم غير الارهابيين والقتاله والبيدوفيل والحماق ما تعطيونا حتى شي نتاج للبشريه على مدى التاريخ ما قدم توزق هاد من المغرب الى العراق اي هاد القوم كاملين اللي كيدعيو انهم مسلمين متبعين الدين الاسلامي والو ما قدموا حتى شي لعبه للبشريه ما كاين حتى شي حاجه بوزيتيف عطاوها للبشريه والو ديما الاستنباط ديال الاحكام ديالهم من الشريعه الاسلاميه كيستنبطوا غير الاحكام ديال الزبل اجيو كيفاش نجوزوا بنت صغيره التعدد هل نشدوا بنادم نقطعوا له ايده ان السبب ديال التخلف ديالنا هو البعد على الشريعه الاسلاميه واش نتوما حماق ولا مالكم ما صاحبي بيان لير راك معانا بيان لير او بيان لير بيان لير وقع للدان الناس ايوا يو قرت انا بعد على التليفون انا معاكم وي واحد شو بيان لير بلاتي نهضروا كبر راسك انت بيه اللي روحت شويه باش يطلعوا ثاني اللايف كاين شي لعيبه تدخوا شي بلاصه وطلع عيونك تدخوا شي بلاصه راه معنا يطلع شويه عاوتاني اللايف تكبيس وداك شي كبر راسك كبرها بيه اللي كبرها تحتاجوا شي حادث ولا شي لعبه كبرها طلعوا يوغارتن ولا شنو هبطوني طلعوا انا بقى معاكم السلام عليكم تحية الأخ رضوان إخوان مساء الخير مرحبا أخوي رزيز. مساء النور ديما كان جزء كنسمع زواج صغيرة زواج صغيرة خي ديالي راه ماشي غير في الإسلام راه كان في سياق ثقافي وزماني ماشي هو اللي حنا عليه دابا وحنا كنهضروا على الله اللي جابو راه الله ما خصوش اللي جابو مرحبا أخوي رضوان الى غتقول لي كان من قبل وكاين عند واحد الناس وقول لي مين جابوه المصدر ديالو لان نتوما المصدر ديالو الهي اذا غتقارنوا مع شي حد ديال المصدر الالهي اجي طلعت
طلع طلع يوغرتو نكمل غير الفكره ديالي وغادي نخلي بلاصتي انا طلع شي واحد ديال اللي واش كيسمع غير باختصار وبخلاصه خاي ديالي راه دابا حنا شي حاجه كنديروها دابا غير عارف كيفاش نخرج من لهنا شي حاجه كنديروها دابا شي حاجه كنديروها دابا كتجينا عاديه دابا هي كتجينا عاديه حنايا حتى الاقصى حد ما نقدرش كاع هاد الامور اللي كنديروا في حياتنا عاديا ما كاينش ولكن راه نتوما وحنا غيجيو بعدنا غيجي بعدنا واحد الجيل ولا غيقولوا شوف هاد الناس شنو كانوا تيديروا فهمتيني غتبان لهم بانه هي راه عاديه بالنسبه ليا وبالنسبه لك اليوم واش انت راه من حقهم الجيل ناس متقفين وناس هادي لا عفاك نعم خويا لا سمعنا خير دوا انا سمعنا خير دوا هادشي جيد دابا اللي كاين عندنا حنايا عطيتنا هو نعم خويا اسمعني اسمعني الجيل الجاي خاص يشد القبوره ديالنا هنا والقبوره ديال دوك اللي فاتونا ويهزوا ديال منا ويدونا يحرقونا حيت حنا ما غاديش نوصلوا لهم شي حاجه زوينه في هاد الحياه باقيين حنا كنضاربوا مع واحد التخلف واحد الايديولوجيه هذه 1400 عام اللي انت باقي انت اصلا كدافع عليها والامثال ديالك انت من المسلمين اللي كيحاولوا يبرروا لينا واحد المساله اللي سميتها البيدوفيليا تصنت ليا انت كنتي كتقول لي هذاك الشيء كان صالح لواحد المكان وواحد الزمان وواحد الوقت وكانت عادات راه العراق دابا العراق كدوله اسلاميه حاليا دابا دابا في هذا الوقت اللي كنهضر فيه انا وياك البرلمان ديالهم طارح هذه المساله هذه باش انهم يديروا زواج صغير راه منين جاي هذا الحكم منين مصنطين هذا العجب هذا هذاك الشيء اللي عندنا حنايا في المغرب ديال هذوك الثقافات ما كانش هذوك جاي مساله الهيه صاحبي خلينا من الثقافه البشري راه غلط كيبقى بشري الا دين مباشر ما سوقيش فيه هذا ولكن انت كتقدس هذاك الشيء بسبب الدين راه سمعني خير دوان انت كتقدس هذاك الشيء بسبب الدين اجي نقول لك فهمت انت كتقول لي دابا هاد الناس اللي كيديروا هادشي كيقول لك الله هو اللي قال لينا ديروا هادشي عندكم ايه قرانيه وعندكم احاديث وعندكم الرسول اللي هو ليكزومبل اللي هاد المسلمين كاملين كيحاولوا يكونوا نسخه منه باغين ياكلوا بحاله ويشربوا بحاله وينعسوا بحاله ويخراو بحاله ويفيقوا بحاله ويتزوجوا بحاله ويهضروا بحاله ويعيشوا الحياه بحاله باش يكون خالق هاد الوجود راضي عليهم اوكي فهو دارها فلا مفر لكم من هذا الزمر هذا صاحبي ليش دينا هاد التشريعات وحطيناهم من الارض واقع وقلنا هادي ارض اسلاميه اللي غنطبقوا فيها الشريعه الاسلاميه ما غتهربش ليا انت من زاوية الصغيره غلقى واحد عنده 60 عام كينكح في بنت عندها 9 سنين وما تقدر تقول توز انت ولا انا ولا غيرك حيت هذيك شريعه اسلاميه باسم الله وباسم الرسول الشريف واش ما بغيتوش تفهموا واش هاد الهضره اللي تنهضروا حنا بشي لغه اخرى من غير الدارجه المغربيه صاحبي واش كيسحب لكم حنا يمكن الخير مثلا خير دوار دابا بلاتي بلاتي ما كاينش ثقافه هذا دين ما كاينش ثقافه هذا دين هذا الله اللي قال ها ايه قرانيه في القران صاحبي الرسول تزوج ما كنهضروش حنا على على ثقافه سمعتيني حنا تنهضروا على التشريعات الالهيه وجبه كاين ايه اخرى اللي كتقول لامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد ان يستنكحها خالصه له من دون المؤمنين هذا الرسول قالت له عائشة هذه اللي تزوج بها صغيرة قالت له لا أرى إلهك إلا يسارع لك في هواك وهي قالتها له هكذا سير قلبوا ما تعرفوش الدين ديالكم أشنو فيه وتجيو تتبقوا تقولوا لنا راه تا الآخر قتل راه تا الآخر نكح وحدة صغيرة وراه تنهضروا على الله وراه ما تهضروش على بنادم بنادم إلا دار شي حاجة راه بنادم كيبقى بنادم وكنسميوه خطأ وكياخذ العقوبة ديالو مي الله إلا قالها راه 1450 عام وهم مازالين تيديروها لدابا وعلاش لقيتها باش باش السلام عليكم الإخوان ولاد هاد البيدوفيليا ما نقدرش نقولها حتى شي واحد خويا رضوان ولكن خليني نقول لك علاش الآخر فاش مداخلة بسيطة نكمل واحد الفكرة أفك واخا سيدي ماشي مشكل بس أول نسكت غير قول غير خلينا نضرب مع قال لي شمتي فيها يسارع فيها هواك ياك قالت عائشه علاش الرسول صلى الله عليه وسلم فاش قالتها لي نتا عائشه قالت لي وقد ابدلك الله خيرا منها الا كان كيقول هذا البيدوفيليا وهذا الكبد هو يقول لها والله ما ابدلني الله خيرا منها يقصد خديجه انا خصك تطرح السؤال علاش لقيتها يقول لها اه انت يا انت يا راه عرفتي الصغيور ديالي وهذه وهذه اه انت على راسك هذا السؤال خصك تطرحو على راسك انت علاش كاين هاد التناقضات في الاحاديث وفي القران تفضل يوغرت النوبتك
وي شكرا خويا نضرو الاخوان والاخوات تحياتي لكم خويا بيالير العزيز حمزه هزيم الراد الاخت كوكي امور تحياتي لكم كلكم واحد بواحد الاخوان تحيه عطيره وطيبه. اسمحوا لي غير بغيت المهم واحد الاخ كان كثير طلع باش نديروا انا وياك نقاش انا وياك الاخوان نقاش ولكن ما للاسف ما طلعش ولكن ماشي مشكل غادي نكمل لا ما عاد واش صافي ما قال لي ما يقدرش شوف مالك مالك ملوك الخجلانين من النبي ديالهم والدين ديالهم تقريبا اش نقول لك في الاقطار العربيه والاسلاميه عامه كلشي اكبر خجلان شفتو في حياتي قلت لي انت مسلم سني حشومي زدت لي واحد الفرقه جديده. المهم الاخوان غير هذه المساله باش بديت اخويا رضوان تتم مغالطه وانت كذلك كما شرحوا لك الاخوان هذه لان راه كانت في قبل الله شرع العبوديه لان راه ماشي باش بوحدو راه كان الاقوام راه شنو تدير هنايا تتهضر على خالق الكون بحال الا لقيتي شي واحد تينكح شي نمله تيني واحد الانسان راجل تينكح نمله تتقول اش تدير تيقول لك راه ماشي غير انا حتى دوك النمل الاخرين تينكحوا هاد النمله واش انت نمله واش هاد الله هذا بحاله بحال البشر لا فهمتي فمابقاش يقول لك القضيه راه كاين انا بغيت الانسان انا اللي كنكمل واحد يخدم معايا شويه عقلو صافي علاش دابا عائشة خويا رضوان غير نكمل لك الا سمحتي لي راه غادي سميتو من بعد غادي نسكت ونكون في الاستماع راه غير بغيت نقول لك هذه القضيه ديال الزواج خاصك اولا تفرق ما بين الزواج والنكاح الزواج راه ما عندوش عمر راه يقدر ان الطفله الصغيره تزوج في يومين من يلاه تولدات كما دار عروه بن الزبير من يزوج الابنه ديالو وهي كانت في المهد يعني كانت مازال في الخروق ديالها وكانت مازال راضيه فالزواج لا سن له في الاسلام اما النكاح او الوطء او المضاجعه فتبدا ربما من 6 سنوات حينما تستطيع والرأي سميتو تيقول عفوا 9 سنوات هذا الرأي الأرجح ولكن تيقول لك ربما حتى 7 ولا 8 إن كانت تستطيع الوطء فما بين 6 و9 سنوات أمكن للرجل أو أمكن للزوج أن يفاخض ابنته أمكن إلا كان شي حاجة اللي اتفقوا عليها السنة والشيعة السنة بمذاهبها الأربعة والشيعة راه هي هذه القضية ديال مفاخدة الطفلة الصغيرة بين 6 و9 اقتداء بسنة المصطفى الحبيب سيدنا محمد رضي الله عنه وأرضاه عفوا صلى الله عليه وسلم فهذه نقطة النقطة الثانية الإخوان أن هذا الرسول الذي لأن الأخ قال لك لا راه كانت شائعة في قريش وكانت هذه المسألة مقبولة الرسول صلى الله عليه وسلم براسه من نجا أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب أبو بكر عطى بنته للرسول وهي بنت 6 كما قلنا وعفوا وعمر بن الخطاب أعطى ابنته حفصة عمرها لا مهم ربما 12 سنة شي حاجة بحال هكا ما عقلتش على الرواية اكزاكتومون فالرسول صلى الله عليه وسلم من جاو هاد الصحابة الأجلاء وهم أقرب الناس مكانة له سواء من القضيه ديال النسب او حتى من القضيه ديال الصحوبيه ولا ديال السياسه اقرب الناس اليه من جاو يطلبوا ليه فاطمه الزهراء ابنه الرسول صلى الله عليه وسلم للزواج شنو قال لهم ما قال لهمش راه مخطوبه ولا غادي ولا قال لهم لا انها صغيره اشنو قال لهم انها صغيره فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحل لبنات الناس ان ينكحن وهن طفلات صغيرات ولكن يحرم ذلك على ابنته فقال ماذا فاطمه بضعه مني يضرني ما يضرها ويفرحني ما يفرحها فهذه القضيه خاصك تعرفها يا اخي لكن انت تقول لي لا راه كانت مقبوله ها هو الرسول الذي حلل وشرع هذه المساله باسم الله هو بنفسه حرم على ابنته ورفض الناس اللي عطاوه ديجا بناتهم ارفضهم للزواج وتسنى في الروايات ربما ان عائشه عفوا ربما ان فاطمه تزوجت وهي بين في يعني في احسن الاحوال 15 سنه ولكن ربما غادي تكون تزوجت في 18 سنه علاش لان ولدت اظن في السنه 18 قبل الهجره الا باقي نعقل الروايه فتزوجت وهي في السنه الاولى في الهجره 18 سنه هذيك شوف هذا السيد هذا الذي اباح كل شيء للبنات ونكاحهن ورفض ذلك لابنته المهم الموضوع طويل ما بغيتش نحتاك المايك اكثر من هذا وتشكركم الاخوان على الاتاحه ديالكم للفرصه ديال النقاش شكرا وهنا في الاستماع شكرا جزيلا هذه الكلمه اذا ممكن الاخوان تفضل اخاين بوهاني
جينا الناس. اوكي كسمعني كنت ابو هاني سيرا صاحبي تفضل. يلا البو هاني يلا. ويا البو هاني بو دربالها هادي اللي بغيت نقولها الاخوان وراني محروم. خويا رضوان الا ممكن سد المايك باش ما تشتتش ليا حفل الافكار اخي الله يحفظك شكرا. دابا عندنا واحد الفعل معين في زمن معين دوك الناس ما كانوش كيعتبروا على انه فعل غير اخلاقي لان الاعراف ديال داك المجتمع كانت عندهم مساله عاديه. احنا عارفين ان الاخلاق كتطور بسبب التجارب الانسانيه والتراكمات كنكتشفوا الامور اللي كتكون غير اخلاقيه وكنحسنوا منها. الاشكال اللي كاين هنا الاخوان هو لو كان هذا الفعل ربطناه بشخص عايش في بيئه معينه بحال محمد وكان كيدير واحد الفعل ديال واحد البيئه ما غاديش نعاتبوه لانه جزء من المجتمع تابع المجتمع ديالو. ولكن هذا الانسان كيدعي انه تواصل مع خالق الكون اذا هنا كيدير عليه واحد الثقل حيث هو في العقيده ديالو كيقول ان الاله جاء باش يتمم مكارم الاخلاق وان الاخلاق هي كاع داكشي اللي طوب دي طوب ميمكنش الله يعطينا واحد الامور غير اخلاقيه. اذا هنايا يقر بطريقه غير مباشره ان الله شرع امر غير اخلاقي. واش هادوك الناس كانوا عارفينها؟ لا، ولكن الله راه عارفها، الله عارف انها غير اخلاقيه. هما في داك الوقت مازال ما وصلوش لذاك النضج ديال التجارب انهم يعرفوا انه غير اخلاقي، ولكن الله راه عارف. كيف ما الله جا حيد لهم الخمر وحيد لهم الزينه خاص يحيد لهم حتى هذا الفعل لان فيه ضرر. والله بعلم الغيب ديالو عارف ان غادي يجي 2024 وغادي يطلع واحد الزنديق سميتو ناضرو يشنق على مسلم ويقول له احنا دابا بالتجارب ديالنا راه وصلنا لان هذا الفعل غير اخلاقي. وكيفاش الله ما يعرفش؟ اذا الله غيقول له حباس اخي محمد بعد من داك البراهوشه وقول لصحابك بعدوا من هذوك البراهش لان انتم راكم ما عارفينش ان هذا الشيء غير اخلاقي ولكن انا عارف حيت البشر من بعدكم غيكتشفوا هذا الضرر هذا اللي انتم باقي ما وصلتوش ليه. دونك مادام محمد ما حرمش هذا الفعل هذا يثبت بشرية الدين حيث محمد صافي إنسان في البيئة ديالو عاش في البيئة ديالو وطبق واحد الحاجة كيطبقوها البيئة ديالو. كون كانت شي قوة خارقة خارجة من الكون هي اللي كتسير كرة هي أول حاجة دارتها. فهمتوا الإخوان شنو بغيت نقول؟ دونك أخي رضوان ما تجيش تقول لنا لا راه مرتبط بثقافة معينة. حنا راه ما كنلوموش محمد والصحابة. أنا ما عمرني قلت على محمد بيدوفيل لأن البيدوفيليا مفهوم حديث. محمد ما كانش عارف هاد الأمور لا هو ولا الصحابة ديالو ولكن راه الله عارف. إذا أخي رضوان مادام الله ما حرمش هذا الفعل إذا هذا الشيء ما جايش من عند خالق الكون لأن خالق الكون عارف وما يمكنش يشرع علينا أمور فيها ضرر وأمور غير أخلاقية. تفضلوا خير بوالي. ولكن علاش دابا انا اللي كنسمع بحال هكذا كتقولوا صغيره وهادي وكنعرفوا واحد مثلا في سن كبيره ودخل على وحده صغيره كيفاش عائشه رضي الله عنها توفقت في نقل هذه الاحاديث وكانت معروفه بديك الفصاحه وبداك الذكاء وفهمتي وعالمه وهادي ومن ابرز الصحابه كيفاش هي صغيره دخلت وهكذا كيفاش دابا اسمعني دابا ملي كتشي الاحاديث الصحيحه ملي كتلقى كتسمع انا عائشة كتلقاها بالفعل في اعلى درجات الصحه. اوكي يعني هذاك الحديث كيكون في اعلى درجات الصحه. عائشة راوية تقريبا شي 2600 حديث كلهم صحاح. اللي كيجي موراها بالمرتبه الثانيه هي حفصه فهمتيني. المرتبة الثالثة وقيلة واش صفية ولا ما نعرف راويش 17 ولا ما نعرف. المهم الفرق ما بين حفصة وعائشة أكثر من 2200 حديث حين حفصة يلا راوية شي 270 ولا شي لعبة بحال معاك. أوكي فير لفات ديال أن هذا البلان هذا أن راوية بزاف ديال الأحاديث راه باينة. علاش أول خليفة ديال المسلمين والمقرب ديالها أبو بكر كذا هذه راه باينة باك صاحبي راه سي نورمال حيت هذيك باك صاحبي راه جايه عبر التاريخ من هذا المنطق هذا. اوكي علاش مثلا الزوجات ديال الرسول الاخرين ما رواوش لينا احاديث بزاف؟ فهمت يا خويا حمزه؟ انا ما فهمتش علاش ربط واحد الانسان جيني
بان محقق الزوج. وانت بنجيب لك برهوش في الشينوا عنده 5 سنين يسلك في الشطرنج يلعب مع واحد عنده 40 عام في الشطرنج يسلخو. نجيب لك برهوش يدير عمليه حسابيه معقده، واش هذاك يعني اننا خصنا نزوجوا داك البرهوش؟ اذا كانت عائشه عندها واحد القدره هائله على حفظ الاحاديث، عندها واحد الذاكره قويه، واش هذا مبرر لاننا خصنا نزوجوها؟ كان البراهش عندنا ديجيني براهش، سواء في الفيديو جيم، سواء في الشطرنج، سواء في المات، سواء في اي حاجه، وكيتفوقوا على ناس كبارين. هادو كلهم خصهم يتزوجوا. فوالا انا فهمت علاش كيربطوا لي انا واحد جيني او لا سمارت او لا ذكي بالزواج. راه قلت لك السطر في العالم دابا عندنا بزاف النماذج ديال الدراري صغار اللي جيني، فهمتيني اخي؟ واش هذاك يعني ان خصنا نزوجوه؟ علاش ما يديروهاش فيرسا فيرسا؟ علاش العيالات مثلا الكبار ما يتزوجوش بدري صغير؟ علاش هاد الرجال اللي ياخذوا بنات صغار؟ كما دار سيد النبي مع خديجه. سيد النبي رد خديجه مالكم اصاحبي؟ دابا نتوما كتهضروا على سيد النبي دا وحده صغيره وراه دا وحده كبيره. اش هادشي؟ هي ناري هي ناري. الاخوان تحيه لكم. الغيفي هذا ياك؟ السلام عليكم وشكرا شكرا على المساحه. السلام عليكم. حنا تنشكرك اخويا رضوان، انت بنتيني راه انسان صراحه طيب. الله يعطيك خويا العزيز. بان لي باغي تعرف الحقيقه صراحه، بغيتي لي بنتي اللي غيطرف الحقيقه. الله يحفظك. شكرا. الله يحفظك اخويا رضوان، بارك الله فيك. زياده انا الاخوان على القضيه ديال الله يتنسد عليها الفكره مشاكل. الله يثبتنا الشهاده الاخوان، الله يثبتنا الشهاده مشاكل. اسمحوا لي الاخوان، كنا كنهضروا على عائشه والاحاديث، قال لك كتسروي بزاف الاحاديث وهضرت انا على اللي جاي. الله يحفظك اخويا هذه مره، الله يحفظك. نعم، واصلا ملي تقول لي بان عائشه زعما تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم، لان هذا الشيء باش يبرروا به الزواج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم من طفله صغيره، تقول لك اودي بان ذلك كان لمصلحه للاسلام، باش انه باش ان عائشه تحفظ الاحاديث وهذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانها توصلها لنا وما الى ذلك. بحيله ما كاينينش كتاب الاحاديث في ذاك الزمان، واصلا بالعكس الاحاديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم في حديث معروف: لا تكتبوا عني شيئا غير القران، فمن كتب شيئا فليمحيه. وتهضر على الاحاديث، كما ان الصحابه ومنهم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كلهم كانوا يمنعون الناس من كتابه الاحاديث والتحدث بها. يعني راه سمعت يعني اللي كان عنده شي حديث كانوا يعني بالعكس كانوا بعض المرات يضربوه. بل حتى ان ابو هريره رضي الله عنه شنو قال؟ قال: لقد اخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من الحديث، وعاء لقد نشرته بينكم، اما الوعاء الثاني ان تحدثت به لقطع هذا البلعوم. لقطع ماذا؟ هذا البلعوم. وهنا شنو تيبان لك؟ تيبان لك بان الصحابه ما بغوش دوك سميتو دوك الاحاديث انهم يتنشروا. والمسألة كذلك نعم اسمح لي اخويا، كذلك زيادة على هذه النقطة هذه، متى تقول لي عائشة واتت بالاحاديث وكاع الاحاديث، اكثر الاحاديث اللي جابت بهم عائشة تيضربوا في الاسلام، من النكاح الصغيرة، من نقصان ديال القرآن، كما قالت: كان ما كان في القرآن آيات رضاع الكبير، وهذه مسألة أخرى، وكذلك رجم الزانية والزانية لقول الله سبحانه وتعالى: الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة اللي كان من الله عزنا صدق الله العظيم، إلى آخره. وآيات وأحاديث كثيرة في هذا الصدد، كذلك أنها كانت تغتسل أمام أخيها وأحد الصحابة الأجلاء الكرام، وزيد وزيد وزيد، كاين شي مصائب جابته مع عائشة. فمتى تقول أن عائشة نعم خلف برقا وزيد عليها وكان يكسل شوهاته. نعم يوغرتا واحد اللعيبه اخرى. دابا فرضا ان الرسول كان كيوجد عائشه باش انها تبلغ الدين، حيت اكتشف عندها قدرات ذهنيه في الحفظ، واش ضروري ينكحها؟ ربيها ضروري تزوجها وتنكحها باش دير هذا الفعل؟ اذا كان الهدف من انها تبلغ الدين، ربيها عندك بحال بنتك وقريها. راه كان تيديروا بالكابل فهمتي؟ ما فهمتش شنو العلاقه بين نكحها ونعلمها الدين؟ ما كاين حتى شي رابط، ما فهمتش. لا حقا باش نعلموها الدين، عائشة تزوجها الرسول باش يعلمها الدين، هذاك الترقيع على المسلمين. ما كاينش باش يعلمها الدين، محمد كان كيدير واحد الحاجة اللي كيديروها صحابه كاملين. راه كاينين صحابة تزوجوا بنات في المهد، قدامة بن مضعون تزوج وحدة في المهد،
هذا الشيء كان شائع عنده خربق. لا خصها باش تتعلم هذا الشيء. خربق هذيك الثقافه خايبوها لي دابا ديال الفقيه عزيز علي الدراري الصغار كنسمعوا دوك الفضايح في الجوامع. كاين كحو يعلموا الدين كيدخلوا ليه من ترمتو كيدخل ليه ولد القحبه القران ودخل خايبو جبهه خايبو جبهه. انا واحد الصوره اللي عندي في عقلي على داك الحديث اللي حطيتوني قبيله ديال انها هي جرها امها لان امها كانت كتخلف ياك وهي جرها وهي كتلهت وجر مونيكتها خنونتها هابطه ياك وهما تيقولوا لك باش عرفتيها انها كانت صغيره 9 سنين هما ديك القصه كانت هزه يعني كانت غليظة هزة وكيفاش غتحطها في حجر واحد فوق الخمسين غتهرسو حيت غتكون ثقيلة إلا كانت هزة ما كي غدير بعدا تهزها باش تحطها له هو فوق حجره واش فهمتو؟ وكوكي ولكن أصلا حديث عائشة كتقول أنها كانت مسلوتة وكانوا كيسمنوها بالتمر والخيار كانت رقيعة ايه دابا انا لهادوك اللي تيقولوا لك لا راها كانت غليظه حيت هما كانوا في ديك الوقيته غلاض وهزين اللحم وهزين داكشي وكيفاش هي الا كانت بهذيك الصوره امها كي غادي تهز دير تهز وحده حنا اللي كيتهز هو شي حد اللي صغير اللي قابل للهزان 6 سنين 7 سنين 8 سنين ماشي وحده غليظه وهزه وتهزها وتحطها له في حجره هو راجل شارف مسكين فينيو كرة مسكين قرضات في حاجة محي لك وكي الرسول راه كان عنده قدرة 30 راجل كان روني كولمان عنده لي كويس متراسة ردا على هذا الزنديق ديال البوهالي تيقول لك علاش واش كان واش ضروري انه ينكح باش يدوز ديال سميتو ايه نعم اخويا ديك الساعات مازال ما اخترعوش الويفي كان داكشي تيلا شارجو من بالكابل فخاصو ينكح باش يدخل داكشي فهمتي تيكون داكشي بحال 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 اللي شارجي بالكابل كي انستالي فيها الويندوز اي البوهالي كانت فيه القوة ديال 60 ياك 60 ولا 70 حصان 60 ولا 70 40 ولا 30 40 رجلا يمكن 40 كاينين شي احاديث بحالو بحال الباب كاينين شي احاديث اختي كوكي عند هو في اعلى درجة الصحة ولكن عند المذهب الشيعي فهمتي تيقول لك ان عائشة كانت تحيض من ضبورها يعني دليل لأن السيدة كانت فهمتي داك الفيول اللي وقع لها دار لها شي ديشيرور مقودة تما فهمتي كيفاش إلا كانوا داك الأحاديث صحيحة فهمتي يعني هذه السيدة راه بانت وأنها ما ولدات ما تلعب ما والو رغم أنها كانت صغيرة راه صافي دير كان السيدة راه فهمتي فداك الجو ديال الصحراء فهاديك العروبية ديال ما شكون يتسوق لها عرف داك الحديث ديال داك الحديث ديال الرسول فاش كان كيبني معاهم في المسجد في المدينه وطاح له ليزار بانوا ليه باقي الوقيل عاد جا عالي وقيل هز ليه ليزار ولا ابو بكر عارفينو لا تنسى عليا هذا تنسى عليا حاول صبر نجبد لكم سخر واخا خويا في انتظار انك تجيب هذا الحديث زياده على الحديث ديال عائشه كانت تحيض من ضبرها وهذا مشهور عند الشيعة ولكن راه كاين حديث عند المسلمين عند عفوا السنه التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن صراحه انا ما لا اعلم درجه صحته تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لن تبغضك الا سلقلق وما هو السلقلق يا رسول الله السلقلق هي التي تحيض من ضبرها فما مكتوبش عائشة ولكن متى تجي تشوف من الذي كان يبغض عليا رضي الله عنه أو أكثر الناس أو أكثر النساء اللائي كنا يبغضن عليا رضي الله عنه كانت عائشة يعني نتي بينك يعني تدير أوكي راه يامني جابوا أشياء راه من هذا الحديث أن عائشة كانت تحيض من دبرها أستغفر الله لا. ما هذا الكفر القيس وقوت اسمع قال لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم
كاين في الصحيح البخاري. شوف الماتيريال النبوي ويتلف جاتو صدمة شوكا. اجي نقولكم اجي نقولكم الخوت دابا 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 خوتي يقول لك ان كانت عنده قوه ديال ما عرف 60 ولا 40 ولا ما عرفش داك الشيء 40 راجل 40 راجل ماشي شوف كره كره كوا الصحابه كاملين 40 راجل ماشي شوف راكو كراك والله بلاتي راين حصان بزاف ايوا. وهذاك الحديث اللي كيجي عنده الراجل وكيستشر معاه اللي كيقول له راه واش اذا هو مراته اذا التقى الختان بالختان هل وجب علي الغسل؟ وكانت عائشه جالسه حداه وهو يقول ليه كذلك يقع انا وهاته وهي حداه وانا اغتسل. ايوا كيفاش هو يكسل؟ كيفاش هاد القوه؟ انا ما فهمتش شنو هو التناقض. وراه نورمال يكسل. واش السيد كاين 11 وحده كيدور عليهم في الليله كاملين وعاد ميت كليامين وماريا والواهبات انفسها ونرى وعاد شارف نقل لهم كاع الامراض الجنسيه نقلها عليهم. داك سوده ما بيري مي سوده تلقى نقلت ليه السيده والايبولا سوده كبيره هي اللي كانت أو ده كان طويل وديها كبار. قال لك سودة كانت بحال الراجل كانت كتلبس 45 كنت أنا سودة كانت تخيلها كتضرب بحال حديد دان ورسول الله ورسول واجيب الخبز واش كيشيبوا الباير. تخيل مزوجة هذا بحال هذي وسيدنا محمد طلعت لي فكر وقال لها غنطلق. قلت له صافي خليني وعطي الليلة ديالي العيشة خليني معك شتي على دور بوالي بوالي بركه راني صدعت شنو صدحك بالدموع. وسيدنا محمد وكان عمر ما كيحملهاش اخويا اخويا ما تخرجش خرك بقى تابعها ود الحشكي فاش كيبغي يدير يحفوا الشوارع فاش كيبغي يكرم الموصلاش كتقول ليه وخلي لي الموس نحسن وراك واه محمد قتلو بالماء وخليه وعلاش ضربيه وعلاش ضربيه كون كي كاس خراب البوهالي دقة بس تيوى سيدنا محمد هاد القعدو ما غفلاتو واش نحسنوها ولا بلاش اش قال سيدي ربي السوداء عند القادومة بحال داك اللي كيغنيو الراي كيخليو داك الزطمة ديال البغل من تحت. هات الاخوان اسمحوا لي واخا اسمحوا لي واخا نبدل شي الموضوع. قبيله من الاخ طلع قبيله وقال لكم واش هاد الاحاديث ياك ما جايبهمش زعما راه يقدر يكون شي واحد ترافيكهم في شي سيت يعني ما عتي راه هاد الهضره اللي قال راه كنت نقولها حتى انا الاخوان على ما تعجبتش انا بصراحه مني قالها حتى انا مني كنت مازال مسلم مسلم امي كنت نسمع ديك اشياء تقول لا هادشي راه هاد السيت واخا كاتبين فيه الاسلام واخا كاتبين فيه الدرر السنيه راه ربما غير ديك الساعات سميتو غير داروا شي مواقع اسرائيليه اللي يشككون فيه والله العظيم كنت ديما تسميتو وكنت مرتاح وتنقولها وانا متاكد من راسي بان داك الشيء سميتو ولكن من تجي تشحن داك القران اللي عندك في الدار تقول تلقى فيه هذيك ملكات اليمين ولا إيه لم يحيض وامراه وهبت نفسها للنبي وداك تقول واه شواشي ولا توالي في والله العظيم الاخوان تتمشي تقلب من هنا من هنا التفاسير هذه والله جاب الله انا كان عندنا صحيح البخاري في الدار والتفاسير ديال ابن كثير هذاك الشيء اللي عندي اما والله العظيم كل ما كانش داك الشيء لان الكتبه ديال المسلمين غالي ما تقدرش تشري واحده
انا تلاقيت الوالد عنده داكشي كلشي، فكون كون كون بقات في انا ما غاديش ناخذ 3000 الفرنك ولا 4000 الفرنك باش نحطها في يعني 80000 ريال نحطها في صحيح البخاري في الكامل ديالو ولا صحيح مسلم ولا التفاسير ولا هادي ما نحطاش. فبالتالي كون سميتو كنت بقيت مازال انا تركواز وهادي والله العظيم فكرني في ديك سميتو. الله يهدينا وصافي. الله يهدينا. معنا الاخ غريغ ولا يتفضل عنده شي كلمه. لا لا قبيله ملي كلبوها لي كيهضر على دوك العيالات ديال محمد، واش فين كانوا زعما ساك ملي كان كيمشي لعندهم؟ واش كانوا زعما مسكنهم في بلاصه وحده ولا شبرات شخي غريغ برات العشات؟ اوكي كل وحده والعشاء ديالها، عشاء حدا عشاء حدا عشاء. الوعر هي دابا الاخوان محمد طاحوا ليه السنان في احد كسرات رباعيات وداك السنان تفاتات هرسوا ليه. دابا تخيل من تما محمد كيضرب الثا السلام عليكم ورحمه الله، حس ما كانش يا صاحبي الطونتيستو البوالي صافي هو كان قال لك راسو مربع وقيله ياك راسو كبير. داكشي علاش مسيطر قال لي مسيطر كتبها بالصاد في بلاصه التصين ما كان كيلسدس. ان الدين عند الله الاسلام. ايوا بهذا الحساب اخويا البوهالي خاصنا نراجع القران في مكان ديك الثا ولا الثا نحيدوها ونديرو فيها الساء ولا لا ربما يطلع لنا القران مقياد برا. الرسول كيصلي بهم الجماعه في التالي كيدير السلام عليكم ورحمه الله السلام. والله تسخرها بالضحك واخا تكون عمر بن الخطاب. السلام السلام البوالي اسمي ربي كان انا أنا يالله فهمت دروك علاش قال لهم لقد نزل القرآن في 7 أحرف. فهمتني ذاك الحديث ديال أن صحابيا جليلا كان يقرأ القرآن بغير ما يقرأ به عمر، فسمع عمر صلى الله رضي الله عنه فهم بالإمساك به فطريت حتى انتهى الصحابي من صلاته ثم أخذ به أمسك به وأخذ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني سمعت فلانا يقرأ القرآن بغير ما أقرأ به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئني كيف تقرأ القرآن، فقرأ الصحابي ثم بعد أن انتهى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أقرئني أنت كيف تقرأها، فقرأ عمر بغير ما قرأ به الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا نزلت وهكذا نزلت، يعني بهذه الطريقة نزلت وهذه الطريقة نزلت، لأن علاش راهي في الأصل رواية ولكن ما طاحوني السنة كما قلتي قاعد يخرب. في صدق البوهيم غادي نديرو واحد التيست. سمع سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. كنا عاوتاني سبح لله بلا سلبو عليه. اسمح لي نقاطعك هو العزيز الحكيم. شو واحد الكومنتار زوين بصحة بوجبة هاك اختي قالك ولكن علاش النساء كانوا تيوهبوا نفسهم للرسول اذ لم يروا فيه النبوه؟ شحال من مرا خويا وهبات نفسها للرسول هذه دو ان. وفي خبارك القصه ديال هذيك الختنا اللي قال لها هبي نفسك لي وهي تقول لي هل تهب الملكه نفسها للسوق؟ شحال من وحده وهبات راسها للرسول استاذ؟ عارف شحال؟ جبطينا من الكتب ديال السيره وكل شيء شحال من وحده العدد ديالهم الا قدرتي اقول شحال من وحده شدت الصحاب حتى صبر وحده مشكوده راه كانت جات عنده ما عجبهاش قال لها سيري ما عرفتش. والاخرى قالت له انا ما نهبش راسي لشمكار ولد السوق. والله الا سمعوا الايات اصاحبي عندنا الايات ناضين سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. الحصر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سأل سائل بعذاب واقع
سبح اسم ربك الاعلى. تخيل دابا راك كيقرا بحال هكذا البوهالي. البوهالي سي لا لا قول قعد بربي النافي ملك النافي الهي النافي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الى الذنة والناس. من اول خشوع وكيدخل عند السوده كيقول له السلام عليكم وياك تقول وعليكم السلام ويا محمد واش كاين شي بول راه كيقول لها الخوت بنسولكم واحد السؤال ديما كيدور ليا في راسي على محمد ولدي من على عيالاتو واش معايا نتوما الخوت معاك لا 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 ماشي ديال الذكر اننا كنعرفوا انه كان مزوج 11 ابر على ميك اليمين ان عنده الاولاد ديالو كاملين منسوبين لخديجه وخديجه كانت كبيره عليه وكنعرفوا ان المراه لك كبرات كتقطع على الحيض ما كتبقاش تحمل وحتى شي مراه ما ولد معاها الا ماريا القبطيه وولد معاها بالغلط ابراهيم وخا عاش عامين علاش دوك الاولاد كاملين تنسبوا لخديجه علاش حتى ديك العيالات كاملين اللي ولد اللي تزوج ما ولدت ليه حتى وحده ورا قالوا لي الابصار صاحبي قالوا لي انت كتولد غير نتوات لا هاي البولاني حس حيت العيالات ديك الوقيته ما كانوش بحال ديال دابا كانوا هذوك الحيوانات ديال 80 عام لا ولكن هو والد البنات والد الدراري واش اربعه الدراري ولا مع اربعه البنات المهم كلشي منسوب لخديجه كاين ابراهيم ولا ولدو مع مريم ولكن دوك الاولاد تنسبوا ليه كتقول انت تجي تقلب في هذاك كيقول شحال من ولد كاين هما الاولاد ديالو كاين ابراهيم والعباس وعبد الله وبنات ثلاثه هما والبنات كاينه زينب جاو من ورا ابراهيم تولد ابراهيم لا 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 الجوج الاخرين كانوا عنده مع خديجه وماتوا صاحبي ابراهيم ولد مع صفيه ولكن العيالات كاملين دوزهم حتى واحد 11 مره حتى واحده ما ولدات ليه انا خويا مارك كنقول غالبا الرسول ما كانش كيولد وهذا كيبان لك مارك ما كانش كيولد ماشي ولادو اصاحبي انا كنقول ما كانوش ولادو وكاين دليل على انهم ما كانوش ولادو هي ديك زينب الكبرى بنتو الكبيره ما امناتش به فهمتي المشكلة صافي خي بوجبها ودليل على انه ما كيولدش هو حديثة الافك علاش تسنى حتى ان يجيوها لغا قلت يدو الشهر حيث انا مشات حتى حملات صافي دي غراها فسدات لانه عارف راسه ما كيولدش غير عارف بانه ماشي ولده تادم مزيان خويا الاخوان كاين واحد السيده في اليوتيوب عندها واحد القناه سميتها على نور الهدى ولا شي حاجه بحال هكا دابا باقي نعقل تطرقات لهذه المساله ديال الاولاد ديال محمد وبينات باحاديث في عدد منهم صراحه تكون ضعيف ولكن ما يمكن شي حاجه بحال هكا تبين بان خديجه رضي الله عنها هي كانت الولاد اللي عندها ماشي ولادها مع 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 محمد يعني تتبين بشي حاجه بحال هكا يعني شي احاديث شي قاويل ديال شي ناس ولا شي حاجه بحال هكا وراه كاين في القران بان سميت ربو مازال هذاك الاخر هذاك اللي قال ليه الله يتلسات عليا شكون اللي قال ليه واش انت عاقيم شي حاجه بحال هكا قال لك سمعت بن المغيره وقيله راه هذيك القضيه ديال الولد للفراش شمل على السقا لهم في الدين اخي وقلت انا باش يبقاو ولاد هذوك خديجه لاصقين فيه صافي ابو جبه جاوبتيني ابو جبه واش انا شي بلانكي اش خوت قال لك خوت من هشام خويا دابا كاين واحد الروايه على هذيك امينه بنت وهب هي ام الرسول كتقول لهم ما رايت حملا اكثر رزقا ولا اهوانا منه علي كتهضر على الحمل ديال محمد وهاد الانسان هادي باش قارنات الحمل ديال محمد بقى وعرفته انه زوين وسهل الا وكانت حملات قبل منه يعني محمد عنده خوته هادو مذكورين كاع في السيره النبويه ولكن هاد الحديث كاين هاد الروايات باش تعرف ان الولد اللي صدق ليه راه هو ابراهيم وصراحه في الاحاديث قالك حزن عليه واحد الحزن كبير بزاف
هذاك راه كانت داك الحزن كبير. شنو هي الحزن ديال الليله؟ ديال الحزن ديال المسلمين ديال دابا. لا زعما عليه حتى داك هو ولده منصلبو. حتى كون كان ولده منصلبو كاع ما يصيفط علي ابن ابي طالب. لا داك خونا في الله مشات لي سميتو كاع كان غادي يحيد لي ودني. مشات لي سميتو كاع داك اللي كنشك فيه. اللي كنشك في انه تيناس ما ماريا القبطيه. ولد عم ماريا نيت. ولد عم نيت كان جا هو وختها سيرين وديك البغله سميتها دلدل. سميتو يوغرتن خونا في الله مشات لي سميتو عطى البولاد. جليبي. جول لا ماشي جليبي لا. جليبي بيعوا العجل والله. لا ماشي جليبي لا. هذيك اكبر ديال المجبوب. المجبوب المجبوب سميتو. المجبوب ديال جوليبي بوا ديال جوليبي بوا عربيه والعجله صاحبي. اخوان غنخليكم ليله سعيده وشكرا لكم على هذه الامسيه. شكرا لبو هادي بوجبايو قرطن. الاخوان كلهم ليله سعيده ان شاء الله في راسكم. بوجبا هو بوجبا هو اخويا كنسمعك باقي راسك متلت. ضروري غادي متلت. قال لك راسك متلت ولكن ما سبيتك. ما سبيت راسك متلت ولكن راه ما سبيتك ما والو. يا غنقول لكم واحد اللعيبه غنقول لكم تسمعوا واحد اللعيبه واحد الشيعي ولا قحبه. شكون واحد الشيعي عيط لواحد السني شيخ في البرنامج لاح لي شبهه ديال شبهه على عائشه وداك الشيخ بدا كيتنخص كيزمطوهم ولا الحرام هذا الشيء باش كيعجبهم كيخرب داك الناس تسمع هاد المحيه ولا الحرام واش لي حين فاشيزي زوار وما عرفتش شنو هي. اصد المايك وشرب مع امارك تكرع علينا حسك. سوالي اسمعي تكرع علينا لا ما حيا قازح بنت الحرب. نسمع لكم داك العبادة بس خرابتك نبو جبات نتمع الله. السلام عليكم. اسمع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله. حياك الله وبياك. أسأل الله شيخنا عندنا سؤال. تفضل. نعم شيخنا الكريم في مسألة المرأة وما تكلمت عنها من أنه يجب احترامها ويجب تقديرها. نعم. ولكنني قرأت رواية حقيقة في مجمع الزوائد بأن أبو بكر عندما دخل على رسول الله في حادثة الأفك قال لرسول الله ماذا تقول في التي قد خانتك وفضحتني؟ هل كان أبو بكر يشك في عائشة هنا؟ أما السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ إنه عائشة في فتح المنعم وفي شرح صحيح مسلم إنه كان يدخل عليها الشاب بالأيفع وكان اقفل على الكلب الرافضي هذا اقفل. شيع رافضي خسيس يريد أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجرم يريد أن يقول بأن عائشة اتهمت من قبل أبيها. قطع الله لسانك قطع الله لسانك ودمر بنانك وأحرق جسدك وأرى العالمين آية فيك. أتتكلم في عبد الحبيب؟ أتتكلم في حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتطعن في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات والذي برأها هو ملك الملوك ورب الأرباب؟ أتطعن في التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحرها وصدرها؟ أتطعن في الطاهرة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه وأرضاه؟ أتطعن في التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحب امرأة إليه من النساء؟ أتطعن
في المرأة التي نزل الوحي في حجرتها في بيتها وهي موجودة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أتطعم بكاء وجهها ربنا للنبي خونا يدخل الإخوان ما تسمعش علاش خونا خونا بكاء هذاك اللقطة ونقطع اسمعوا مزيان بكاء صحيح اسمعوا مزيان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حياك الله حياك الله وحياك شيخنا عندنا سؤال تفضل نعم شيخنا الكريم في مسألة المرأة وما تكلمت عنها منه يجب احترامها ويجب تقديرها نعم ولكنني قرأت رواية حقيقة في مجمع الزوائد بأن أبو بكر عندما دخل على رسول الله في حادثة الأفك قال لرسول الله ماذا تقول في التي قد خانتك وفضحتني هل كان أبو بكر يشك في عائشة هنا؟ أما السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ إنه عائشة في فتح المنعم وفي شرح صحيح مسلم إنه كان يدخل عليها الشاب الأيفع وكان اقفل على الكلب الرافضي هذا اقفل شيعي رافضي خسيس يريد أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله الإخوان هذا عبد الله إلى دار برنامج زي بدك يدير لهم بحال هكذا اقفل على حمزة الخسيس حمزة الخسيس طلع السي عبد الله طلع السي عبد الله توحشناك طلع حمزة غيبقى يطلع يحط له الأدلة بقى يقول لهم اقفل على الملحد الخسيس الكلب السي عبد الله طلع بلا من كومنتيرات السي عبد الله طلع توحشناك السي عبد الله طلع الله يلا بكاه يا صاح اطرا زنبا الله يتنقص الصيصه الله يلا راه ماشي تخرس راه كاين هذاك الشيخ النهاري حتى هو واقيلا فاش جبد هذا الموضوع ديال عائشه بدي غوت وهذا خصك تشوف الفيديو ديالو في اليوتيوب خصك تشوفو شفتوش ملامح ديالو بدا كيتعبس كي داير ها هو السي عبد الله اش السي عبد الله كيدير أسيدي مار كي داير بخير على خير الله يحفظك وين جيك دابا بخير لاباس عليك السلام عليكم الاخوان كاملين لقاء ونشر 12 ان شاء الله عندك في الدار البيضاء مرحبا بك الله الا راه قلتها لك ديجا قلت لك الا جيتي هنا يوم ما سولتيش فيا راني نتخاصم انا وياك اقسم بالله ريح بالريده لا لا بالعكس غلطتي والله تغلطتي في هذا الافير هذه جامع عليك داك صحاب الخود النجار واللي كيبيع يا خويا امارك فهمتي بدون مشاكل حبيبي والله لا لا ما تخافش راه عارف اش كاينه بالضبط ايوا مالك اش بان لك فهاد الشيء اللي طلق السي عبد الله هاد الاتهامات على السيده عائشه رضي الله عنها راك عارفني انا ما كنبغيش هذاك الشيء نكذب عليك راه انا اي كان كيما كان النوع ديالو باغي يناقشني مرحبا به ولكن بالعقل وبلا دخول ديال الحقه والواد الرسول والعائشه هذا طان هادي ما بلا ما داكشي النصوص السي عبد الله هادشي راه كاين في النصوص السي عبد الله بلا ما تنكرو سيدي النصوص راه نتحدى اي واحد دابا نيت نحط ليها شروط ديال الحديث شنو هما الشروط للحديث الصحيحه والضعيفه واللاحقه والمقطوعه والمنقطعه ما غاديش يعرف عبد الله خويا انت خويا فهمتي شروط الحديث الصحيح عندك خمسه اولا اتصال السند ثاني عدالة الرواة ضبط الرواة أن يكون أن تكون كتسمعني كنسمعك واه سلامة السند من الشذوذ سلامة المتن والسند من العلة راهو خمسة شروط هادو هما الشروط واقع أنا نسولك إوا مالك قلت إن الحديث الصحيح صبر 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 نفس السياق خصني نسولك أنا دابا خويا نفس السياق لا لا مازال ما سولتي خليني حيت أنا صبر عندي راه نسولك سولني تسول يلا تسول نفضيو هاد لافير ديالك هي الأولى السؤال سولتو لك داك النهار خصك تكون تعلمتي ومشيتي قلبتي عليه خصك تجاوب شروط الصلاة شنو هو؟ شروط الصلاة ما عرفتش ايوا صافي سال الماتش دونك انا فاهمك ما تقدرش داكشي علاش غتسد عليا بحال هكا داكشي ما كاين باس خويا قلتيني سؤال جاوبتك عطيتك سؤال ما جاوبتيش غلبت اي انت حيت انت المبتغى ديالك كتطلع باش تفحم وغلبتي صافي فقط ما باش تاخذ معرفه وتكون عندك معرفه عبد الله هذا هو الفرق بيني وبينك انا كنضحكوا معك اخي عبد الله مرحبا بك مرحبا بك ولا ما عنديش شي تقول اللي بغيت خذ قول المايك خذ اللي بغيت صديقي كنحكم صافي سي عبد الله خويا
اي مداخله ديالك اخي عبد الله ما يقاطعك حتى واحد. لا ما عندي حتى مداخله، انا طلعت على مارك باش نسلم عليه حيت راه 3 ونص هذه راه قريب الفجر السي عبد الله سيدي، قريب الفجر، الفجر حتى 6 ان شاء الله. راه بليتي معروف السي عبد الله، راه خصك انت تحل شي لايف راه اي الملاحده ديال ما عندي ما ندير باللايف اصاحبي، راه دابا الفليا ولا العظيم الا فليا في هذا الشيء اقسم لك بالله ما عندي ما ندير انا بهذا الشيء، صداع الراس نكذب عليك. وانت ديما حاضر في المناظره تندخلوا عند عدنان، ديما حاضر ندخلوا عند بيالين، ديما حاضر وكل شيء عند فيقو ديما حاضر. وكيما قلت لك فهمتي راه كانش التليفون انا ما والله العظيم الا كانش التليفون ما كنبقى نعرف اش اللي كندير، كندخل مباشره لهاد اللايفات نكذب عليك. سي عبد الله سي عبد الله شحال كاين من ركن في لا اله الا الله؟ نعم سيدي شحال كاين من ركن في لا اله الا الله؟ الله اعلم اخي. صافي جوج الزهر عبد الله بقى المارك عليك سي ولد. صافي انت غلطتي والله والله الا غلطتي. حيت انا راني انا ديجا عندي عندي واحد المفهوم اصاحبي خصك تفهمو، عرفتيني انت دابا يا كنبغيو نشدو فيك اصاحبي هيك وي راني عارف صافير شتي انا قنبه. سؤال البوهالي البوهالي قال لي فاهم في الدين خويا قريق، انا قبل ما تسولني انا كنقول لك ما عارفش ربحتيني هاجي دابا. الى ترجمنا الى ترجمنا الى ترجمنا القران بالدارجه، واش جائز يصليو به المغاربه بالدارجه ولا ماشي جائز؟ مشكله خصك دير زائد 18 امراه ان وهبت نفسها للنبي كتقراها انت بالدارجه. واه انت ثاني مشيتي فيها انا خالد عبد الله واش هي امراه لا بغى النبي ينزل عليها. اسمح لي اسمح لي عبد الله عبد الله هادي والله الا انا انا بغيتك تكون عارف الجواب، راه هادي بقى فيا الحال اذا ما عرفتيش، حيت انت انسان كتصلي وكذا ما بغيتش ما بغيتش شي وحدين انت ديالنا. شوف واخا حنا شوف انا شوف انا قاعد نقول قاعد اللي كتقول انا عارفه فهمتي، ولكن انا راني عارف انا مع 3 ونص ديال 3 الصباح لا نقاش في الدين مع 3 ونص الصباح. ما غنناقشوش معاك غير اسمع اسمع باش نقول لك انت ديالنا اخي عبد الله، انت عاتبنا كل ولا ناقشناك كتبقى خونا محسوب عليه، واخا واخا حنا لا دينيين ما نبغيوش البراني يجي يتشفى فيه كل. وانا والله ما بغيت ليكم تكونوا في هذه الحاله نكذب عليك. وانا فهمت فهمت انا نعطيك واحد السؤال سهل اخي عبد الله، شحال كاين من ركعه في صلاه الجنازه؟ نعم هذه سهله هذه خصك تعرفها اخي عبد الله. شنو هي شحال من ركعه في صلاه الجنازه؟ انا انا طرحت هذا السؤال هذا مرارا وتكرارا اخي ديالي. الله يا عبد الله السي عبد الله في اربعه تكبيرات السي عبد الله، وكل تكبيره واش كيتقال فيها ياك السي عبد الله؟ ديك التكبيره الاخرانيه انت مارك اش كيتقال فيها؟ يلا التكبيره شحال من ركعه؟ سوره الفاتحه والصلوات الابراهيميه الاخرانيه الاخرانيه اصبر سورة الفاتحة الصلاة هذا الصلوات الإبراهيمية الدعاء للميت والدعاء للمسلمين السلام عليكم الأخرى في أربعة في الفاتحة الصلوات الإبراهيمية هذا الصلاة الدعاء للميت للميت أو مسلم أو امرأة رجل أو امرأة والدعاء للمسلمين بالرحمة كاين وكبار صافنا جينا من الجبل صافي غد غد غدا الا ما عندي ما يدار عندي واحد واحد اليومين لافير ديالي راه ناعسه بحال والو غدا نديباري نجي عندك لاكادير وخا نهار ونجي مرحبا على الرسول نجيبك انا اللي غنجيبك من لاكادير يلا. لا لا انا عندي شهر 12 عندي الخدمه تما شهاد الخدمه تما غادي نمشي شهر 12 انا عندي 3 ايام بالحساب مرحبا بي انا بغيت نجيو مع راه غادي نكون مع شي اجانب نجي مسيحيين يجاوب بالشروك انت سيدي انا مبشر من قديم الزمان انا مبشر من السبعينات واش فهمتي يعني انا التبشير ديال 2024 ما عندي ما ندير فيها. اسمح لي عبد الله مارك مارك صلاة الغائب كتعرف صلاة الغائب؟ لا لا السي عبد الله غيشرح علينا. لا ما كنعرفهاش. لا لا قول السي عبد الله ترجل معايا ترجل معايا ما كنعرفهاش اصاحبي الله يهديك ما عرفهاش حتى انا ما عرفهاش ورات انا ما عرفتهاش. صلاة الغائبة الاخوان كتكون بحال صلاة الجنازة غير هي كتكون بالنية ديال انك تصلي على الغائب شي واحد اللي تغيب ما زارتوش مثلا فهمتي كيفاش؟ كتكون الفاتحة في التكبيرة الأولى
كتصلي على النبي فهمتيني المرات الكبيره الثانيه وكيكون الدعاء للاموات بالركعه الثالثه ولدك الشخص اللي كيصلي الركعه الرابعه بحال الاخر بحال هذيك وكاين حتى الصلاه الاخرى فاش كتصيغ الخبر بشي واحد مات كتمشي حدا قبره وتصلي غير هذه صلاه الغائب كتكون النيه مبدله كتصلي كيما صلوا على هذاك اللي ضربته اسرائيل اسماعيل يعني ورمار صلوا عليه في الجنه غير هي الفرق هو ان صلاه الغائب فيها اختلاف في المذاهب كاين اللي كيقول خصها تكون وكاين اللي كيقول كتصلي بلوتوث لا كاين اللي كيقول لك بحال مثلا المذهب الشافعي كيقولوا انها مشروعه حيت جابوا واحد الحادث من ديال ابو هريره وكاين المذاهب اللي كتقول لك لا راه كاين اختلاف كاين اختلاف عندنا غير هنا عندنا غير هنا حنا مذهب مالك هذا راه عندنا جامع الغائب يعني مثلا شي واحد مات في شي بلاصه اللي ما كاينش اللي يصلي عليه حنا عندنا مذهب مولي عندنا مات في شي ارض ما فيهاش الناس المسلمين يصليو عليه ولا مات في البحر مثلا شي واحد مات في البحر غرق في البحر ما لقيناهش فهمتيني هذا كدير عليه صلاه الغائب حنا هنا امام مالك عندنا جامع كيصلي على المنتحر وجامع ما كيصليش على المنتحر هنا اش كتقول هادشي السي عبد الله الانتحار لا يخرج من المله هما كاين جامع هو اسم عظيم ولكن لا ماشي كفر الانتحار ماشي كفر ملي كينتحر هنا كاين واحد الجامع كيصلي على المنتحر وجامع لا حنا كنهضروا على الشرع اخويا المنتحر المنتحر ماشي كافر هو آتم ولكنه ليس خويا البوالي اشنو تيقول الشرع في الذي يتردد على الشواهق خلينا محمد كان مسكين غير كيبغي البروده كان كيطلع كيبغي البروده وصافي غير الشبهه ديال الكنيسه لعنه الله عليكم لعنه الله عليكم وتمسك بالايمان ديالك يا خاي البوالي هادو راه يخرجوك للطري انا معاك اخي عبد الله هذا النهار الله يرضي عليك هذا الزنادقه اخي عبد الله قبيله سولتني اسمح لي اخويا بوالي اخويا عبد الله قبيله سولتني في الشات واحد السؤال هكا يعني عابر وجاوبتك عليه قلت لك ان انا اللي دفعني انا نخرج من الاسلام هو الحب ديالي لله فاذا ما كنت تكذب عليك انا نكذب عليك ماشي مشكل انت واش تبغي الله تتحبه صراحه انت تحب الله شكون انت سي عبد الله واش تحب الله سبحانه وتعالى واش عزيز عليك انا قلت لك بانني ربوبي الحمد لله صحيح انا قلت لك انني ربوبي وتنها من بسبب الكون او لا خالق دابا تفكرتك صح فوالا فانا اللي دفعني كما قلت لك انا يخرج من الاسلام هو الحب ديالي لله علاش لان ما رضاش ان واحد يقول لي بان ولا نتبع واحد الدين اللي تيقول لي بان الله بروش بان الله عبثي بان الله تبيع البشر بان الله يحلل نكاح صغيره بان الله يخطئ في معلومات بسيطة بأن الله محدود جغرافيا بأن الله محدود علميا حتى في المادة ديال الرياضيات يعني الماتيماتيك الله سبحانه وتعالى أدنى مستوى من إنسان اللي عنده 12 سنة و 13 سنة تقرأ في الكوليج الله ما تعرفش يدير تقسيمة ديال الإرث ما عرفتش عمك سمعت إلا العول عمك سمعت إلا أخويا عبد الله دابا سمعت عرفتها اش قال لك واش الله يمكن الله سبحانه وتعالى اللي خلق انا غنقول لك رايي انا ياك رايي انا وهذاك الشيء ورايك انت كيخصك كما تيقولوا هذيك صحيفتك انت عمرها باللي بغيتي وانا صحيفتي راه ندير فيها اللي بغيت انا احب الله سبحانه وتعالى واحب رسول الله لان انا مختلف عليك انت عندك معتقدك ولا عندك الامور ديالك خاصين بك وانا عندي الامور ديالي خاصين بيا هذا هو اوكي وعلاش انت كتبغي شنو هما دوك اللي خلاوك تبغي الله والرسول كاينين امور انا عارفهم يستحيل ومستحيل لان انا ماشي كندوي هكاك راني على درايه الحمد لله واش فهمتي ماشي نفتخر عليك ولا هذا اللهم لك الحمد يعني كاينين امور في القران الكريم ولا يستطيع انسان ان ياتي بمثله والله العظيم دوي بوجبه تفضل خويا سير البوالي سير انا عبد الله كتسمع الاغاني ما عندكش اشكال يعني اسيدي كتسمع الاغاني ما عندكش مشكل بيان سور ما في مشكل
انا بغيت نهدي لك واحد الاغنيه اخي. شوف غا ما تكونش ممزوجه بي. والله اذا تعجبك شوف بالعكس. لا 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 اسمع الا كانت ولا صاحبي اسمع وهذه راه اغنيه على سيدنا محمد كتكبر به وفيها الرفران ديال طالع البدر. والله الا ما كانت في الله صاحبي هذه اغنيه اهداء للمسلمين راه بوجبة سمع قول له بوجبة. والله ما كانت في الله اسمع والله اذا تعجبك طلع البدر علينا مثل نيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير غسيلة غنعاود قصة فدينا نشرة يا سيدنا محمد يلا باغي باقي من فينا شمع أصحاب المدينة ثم بدأت قصة زوينة أول مسجد في الإسلام ثم تبنى طينا بطينا ثم بدأ مال الإسلام وبدأت كسروج الأخبار ثم بدأ الدين انتشر ناس يقولوا الله أكبر مهاجر جو من مكة ثم طلعوا زيانة خيديري أخي بارك عليك قامة دولة الإسلام وحاول أفتح بلوك يسمع وحاضي كيف ندخل شي سبا ولا شي لعيبة والله ما غادي تلقى فيها شي حاجة خيبة نشرح لك أخي عبد الله أنا كنغني كان عندنا واحد الحفل ديني وطلبوا منا شي أغنية دينية وكنت صيبت ليهم هذه حيت ما عارفينيش لايح الفوطة وغنيتها ليهم ما كاينش إشكال موسيقيا بداو البكيا والضحك والله خايف كيتسنى كيقول هو غادي هو غيفرقع شي قلبو واش من خبرتك مش عبد الله في واحد المناظرة غلفات واحد البنت حيد لحيتو اللهم صلينا الله صلينا عبد الله الله يا خي عبد الله واش راه بصح هو كذبني عبد الله ياك عبد الله قرا حسنات لك حمارة الحطب الله عبد الله واش بصح راه بصح صاحبي راه كاين الفيديو عند حمارة الحطب دخل عند الفيديو في مواجهة في مناظرة وحلف يحيد اللحية ديالو جبدات لي أدلة أدلة على اش ما بقيتش عاقل واش القران روايه حرف وصور ياك السي عبد الله روايه حرف وصور شياك ان الله هذا هو الغني الحميد مثلا فوارش فيها هو وفي الحبس كاينه هو ولكن المعنى كيبقى هو لا لا عباده ولا احنا هذه هي اللي كنا مناقشين عليها صاحبي ولكن جبت لك الادله وحسنتي لها هي هذيك يا صاحبي الله يهديك اش ما حسنت احسنتي راه كاين كاين الله صافي احسنت الله شوف عبد الله رجل عبد الله لا يرضى خولي النساء كلمه الله هي العليا الاسلام ديالو كيقول له انت اللي خصك تكون الامر الناهي ما كاينش المراه تحكم لا ما كاينش ما كاين لا امير ولا الناهي امير والنهي في اموري ولكن اخي عبد الله في الاسلام ما كيقول لكش الراجل قوام على المراه وانه هو اللي خص يكون مول الريو مشروع بامور خاصه بالرجال وليس بالامور الخاصه بالنساء طبعا طبعا يعني دابا اخي عبد الله في الاسلام اذا كنت انت متزوج المراه خصها ما خصهاش تخرج تخدم خصها تبقى في الدار انا الحمد لله مراتي كانت استاذه وجلست دابا راها في كندا وجالسه مع اولادي انا في كندا لان الدراري في كندا كيقراو وهي جالسه ماشيه وجلست معاهم ناري عايشين بين دوران الكفار عبد الله راه كاين واحد الحديث ديال محمد تيقول لك انا بريء كل واحد كيعيش على ظهر الكفار بريء منه لا احنا عايشين على ظهر الكفار انا عبد الله الهضره اللي قال لك الاخماك صحيحه جوج روايات ياك وكلها تفيد نفس المساله الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك انا بريء من اقام بين ظهراني المشركين وفي روايه اخرى انا بريء من مات بين ظهراني المشركين فولادك من المدد ديالك كنكمل لك نعطيك الادله لا تعطيني بلاش انا فاهم نعطيك بلاش غير خليني نكمل لك
وصاحبي ما بغيتش جاوب بلاتي يا بلاتي صافي واخا ماشي مشكل واش فهمتي انا ولادي ومراتي في كندا كيقراو الدراري تيقراو الدريه والدري كيقراو في كندا وانا كنبدل الدرهم بالدولار يعني انا كنفورني عليهم كنبدل انا الدرهم بالدولار ماشي مهم ماشي مهم الحديث مفيش ما فيهش كيستافدوا مني انا ما كنطلبهمش اسمح لي خرج لي من الحديث انه مكتوبه على سبيل المثال انا بريء ممن اقام بين ظهراني المشركين الا من ذهب للدراسات وللعمل وللتطبيق خرج لي من الحديث انا غادي نقول لك وارد الله واسعه انما يوفى الصابرون الذين صبروا هذا ضدك هذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نعم احنا غير جمع اي كلمة هذه الآية كتهضر على بنادم اللي تعرض للأعداء خصو يمشي لأرض الله واسعة ما عندهاش علاقة ب انا فولادي غنتعرض للأذى الا خليتهم انا مثلا في المغرب وغيبقاو الصولات هكا غنتعرض للأذى دونك مشيو يطلبوا العلم والعلم كيقول لك اطلبوا العلم ولو في الصين كاين آية في القرآن تتقول لي اسمح لي اخويا هزيم نقول لي غير هذه الآية هذه تقول لي في اشنو تقول الله للذين بقوا بين ظهراني كفار قريش تقول لهم فيما كنتم اشنو قالوا لي قال لي كنا مستضعفين في الأرض قال الله سبحانه وتعالى ماذا ألم تكن أرض الله واسعة ألم تكن ماذا أرض الله واسعة علاش الرسول قال لهم هاجروا للحبشة دونك أنا شنو قلت ليه أنا إلا خليت أنا ولادي مثلا يبقوا هنا ما غيقراو ما غيديروا توزة دونك أنا صيفطهم باش يقراو وأنا كنفوري عليهم باش يقراو دونك ما كاينش إشكال كتهضر على الأدية في الدين في الدين ماشي على العلم أصاحبي القرآن كيفاش الدين علاش اختاريت كتهضر على اللي أتاك في دينك ها علاش اختاريت اخويا عبد الله دوله كافره فاجره بحال كندا دوله علمانيه ما اختاريتيش لهم مثلا السعوديه ولا افغانستان ولا باكستان اللي كيطبقوا الشريعه الاسلاميه كاد الحياه هذه بالنسبه للانسان المسلم سمع علاقه راه بموضوع هذا الشيء جاوبك في نفس السياق الا كان الاخوان في نفس السياق ديال العلوم بما انك تهتم بالدراسه وهذه ما هو احسن عندك اخويا عبد الله وجاوبني بكل صراحه هل هي العلوم الدنيويه الفانيه ام العلوم الفقهيه والدينيه مما من مثال ما قال الله سبحانه وتعالى ورسوله واش اشنو هو الاهم عندك واش انه غير اسمح لي نكمل الفكره باش تبان حتى فهمتها لا انت فهمتيها ولكن المستمع ما فهمهاش اما احسن انك تخصص لولادك واحد الدين اللي غادي يعيشهم في الجنه خالدين فيها او لا واحد العلوم دنيويه فانيه لا حاجه لنا بها جاوبني على هذه المساله الا كان يلا تصمت شنو غنقول لك انا اعمل لدنياك كانك ستعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك ستموت غدا دونك انا ولادي اللهم لك الحمد لله لا الدري ولا البنت شادين طريق الله بخير وعلى خير كيصلي امهم كتصلي وباهم كيصلي وكيعرفوا الامور دينية كاملة تقريبا وكيقراو العلوم الدنيوية ما عندناش حنا المبتغى في العلوم الدنيوية اصلا لان اللهم لك الحمد عندنا الخير والخمير ولله الحمد يعني ما عندهم حتى علاقة بموضوع ديال الدنيا باش يتعلموا العلوم الدنيوية باش يعيشوا بها والدنيا سدفنا صحيح حنا كنتمنوا ان شاء الله بحول الله وقوته الى يا ربي يا كريم نكونوا من الناس اللي غيكونوا في الجنة ان شاء الله دونك هذا ما عندي علاقة بالموضوع هنا يعني اولادي اللهم لك الحمد مربين وغادي الطريق صحيح ما عنديش اشكال في هذا الموضوع اي خويا حفظتهم الآلهة دابا خويا عبد الله حفظهم الله ليست الآلهة اي المهم الله ديالك والآلهة ديالي تا انا راه داوي اي ماشي الآلهة ديالك تحفظك انت وتحفظ ولادك انت اما انا ولادي انا احفظهم الله سبحانه وتعالى راه هنا مشكل هنا استيابر بلا كتشوف الاسلام الا بقى فشي دوله كيدمرها الا بقى فشي دوله كيدمرها هنا كتشوف ان الاسلام الا بقى فشي دوله كيدمرها راه كيدمرها وانت كتشوف بلي ان الدول العربيه ما فيهمش القرايه وكانوا مزيانين كون صيفطتي لهم ولادك ماشي المشكل في الاسلام لا أيوه في الإسلام. حبيبي
والمشكل عرفتي فين كاين؟ والمشكل في الناس اللي كتسير البلد. لو سمحتي لي يا خويا عبد الله غير نجاوبك على النقطه اللي شرتي ليها. انا عطيتك ادله من السنه من الاحاديث الصحيحه وعطيتك دليل من القران الكريم وانت أيوة. جبتي لي واحد وعمل لدنياك كانك ستعيش ابدا وعمل لد... أيوة. هذه مساله ما استدللت به اشنو تيقول؟ تيقول هذا فقط اسمح لي لان نقول لك باش نشرح لك كاين الناس الذين يعني تيبقوا في المساجد ولا في دور المسيح على سبيل المثال كنائس يتعبدون ليل نهار. فهاد المسألة ديال هاد البيت الشعري ولا الحديث ولا ما عرفتش شنو هاد المسألة اللي كنا حنا ديما تنقولوها ديما من الصغر غير تقول لهم شوف راه خاصك تمشي دير التجارة ديالك ولا تخدم وقت الصلاة تجي سميتو وقت الصلاة تجي تصلي على سبيل المثال اعمل لدنياك كأنك ستعيش أبدا يعني التفسير ديال التجارة ديالك ودير المشاريع ديالك وعيش حياتك وأعمل لآخرتك كأنك ستموت غدا ولكن في نفس الوقت خاصك دير الصلاة ديالك وتزكي وتعطي من ذاك المال اللي عطاك ديك الجامعه لان اي واحد فينا لان كلنا الا بقينا كلنا شادين في المساجد راه الاقتصاد ديال الدوله راه غادي يسقط ما توليش الزكاه ما غاديش يوليو عاله على المجتمع هذا الشيء فقط. فانا عطيتك ادله الى شوف عندك جوج بالحوايج يا اما ان الدليل ديالي هو ارفع واسمى مما تقدمت به فبالتالي راه داك الشيء اللي قلت لك كلامي صحيح يا اما انك تجيب دليل اخر وبالتالي تولي تناقض عندنا في الدين وان حل التناقض في شيء ما سقطت فيه او سقطت عنه القدسيه الالهيه لان الاله سبحانه وتعالى متعال ويتنزه الله سبحانه وتعالى عن التناقض. نعم طولتي بزاف انا غنجاوبك بصراحه وبصراحه دابا انا شتخل الموضوع ديالي انا في هذا الموضوع انت كتحطني بحال هكا علاش؟ وانا حر في اموري ولادي كيصليو ومتقين الله ولدي كيقرا القران وبنتي كتقرا القران فين عندك حتى اشكال؟ عبد الله عطيني واحد هادشي كيخصني انا فين عندك اشكال؟ اسمح لي السلام عليكم واحد كيقول لي انا عطيتك الدليل الديني وقراني وحديثي وباش تقول لي انا باش نجري انا على ولادي نجيبهم انا باش يتشردوا هنا ويولي شمكاري ويولي حاس كالكو يسعوا في التيك توك ونخليهم انا ما يمكنش راه عندي الحمد لله اللهم لك الحمد عندي اموري عندي اموري عندي خدمتي عندي مشاريعي اللهم لك الحمد زكاتي كنعطيها عندي ديوري اللهم لك الحمد فين عندي اشكال؟ ايوه هادي يا صاحبي راه هادشي كامل كيديروا المسلمين كيصيفطوا ولادهم لبرا باش ياخذوا الاقامه الدائمه وياخذوا الجنسيه ما عندي ما ندير بها اقسم بالله انا قلت لك انا تمشي لكندا ونجي وتمشي لميريكان ونجي وما عندي تما ندير بالاقامه يكون بغيت اقامه يكون خديتها التسعينات لا كتكذب لا كتكذب اخي اقسم بالله انت صيفطتي ولادك واسمعني لا لا صيفطتي بوجبها صيفطتي ولادك واسمعني يا صاحبي اسمعني اصبر نعطيك كلمه ونسد المايك ونخليك تدوي انا نعطيك كلمه اصبر من الصباح وانت ما داوينا صاحبي ما عطيتوناش حنا داوينا في الخاويه صاحبي انا غنقول لك كلمه وسكت شوف الهدف ديال هادشي كامل هو ان الدراري ياخذوا اقامه دائمه وياخذوا من بعد الجنسيه وخو هذيك البلاد ديال الاخرى تبقاش تكذب على راسك اصاحبي انت هربان انا غادي نجاوبك انا غنجاوبك المجتمع الاسلامي تقولش لي انا مصيفط ولادي يقراوا ورجعوا للمغرب وانا عندي وعندي 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 هاد الهضره هادي ما تبقاش تكذب علينا بها اخي عبد الله واخا انا غادي نجاوبك انا غنجاوبك صبر انت صيفطتي ولادك باش يتصوفوا تقريب الكازا ما كاينش اخويا انا في المغرب كاع اصلا انا قلت يكون كنت قريب لكازا وجي عندي انا مرحبا بك وتشوفني انا يعني ولادي انا ما عندي من انا ولد كازا وما عندنا ما نديرو حنا برا صاحبي تنقول لك شوف عندي شريكه شوف عندي شريكه شوف وعندي افراد خلينا من هاد الهضره خلينا من هاد الهضره تقول لي انا باش يديروا اقامه وما عندي ما ندير باقامه انا ديال ميريكان ولا ديال حتى حاجه وما تقولش لي صيفطتي من قبل القرايه وغادي يرجعوا اقسم بالله العظيم والله يرزيني فيهم انا قلت نقول لك الله يرزيني فيهم الا مشاو يقراو قريهم في الاخوين هذيك الساعه ما بغيت خايب وجبه علاش ما بغيتيش؟ ايه ما بغيت لا خلينا خايبوها لي نفضي مع هاد الفيلم هذا صبر اصاحبي صبر ما كنحملش انا بنادم بدا يدوز علينا المغالطات وداك الشيء ديال حق واش من المغالطه كندوي انا في حياتي الشخصيه لا علاقه لك شوف المسلمين كاملين كيديروا هاد الفيلم اللي يقدر يهرب ولادو تيهربهم من واحد الهدف الاغلبيه انه يمشي يدير لي جنسيه ويمشي يخلى مولاه يتصوفى من هذيك البلاد ديال الاخرى كيهربوا من الاسلام ومن الشمكاره ديال المسلمين ومن البيدوفيليا ومن الارهاب ومن الكذوب والنفاق والاخرى الاجتماعي هادشي كامل راه السبب ديال الاسلام.